يا شاب يا جذاب، يا أستاذ اهلين اهلين، شايفني؟ شايفك مية مية، ده كلام رهيب، ده كلام عجيب. ده كلام جميل. انا قلت ممكن يكون الزول ده خاف من الموضوع. لا كيف يا أخي، بالعكس يا أستاذ. طبعا هسه نحن لايف في فيسبوك. اوكي، جدا السبب الفني اللي قلت لك ده حليناه ايوه. بطريقة كده، لفينا حول زوم بورا. طيب اسمعني، ارسل لي في هاي برسل لك هسه، برسل لك ايوه، جدا الصور. جدا 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 جدا. ماشي انت لايف نحن وبرس. الليلة جدا، وأنا سعيد بك جدا، ونواصل دي الحلقة التاسعة. يعني هسه أنا قبل ما ترسل لي بحيي الناس. طيب أنت رسلت في الفيسبوك، رسلت رسلت لك في الواتساب انا العنوان بتاع اللايف بتاع الفيسبوك. أيوة، ووصلني في الواتساب، لكن في الفيسبوك ما وصلت. طيب في الفيسبوك انا بس ما عندي مشكله، ما بقدر أي اديك ارسله. خلي زول تاني رسله إذا ما لا قدرتني. برسل لك في رساله خاصه في الفيسبوك. لا أوكي، لكن يعني أنا ما عارف إنه حقدر أفتحها ولا لا. بس انت لو دوست في اللينك بتاع أنت الواتساب ده، لو دوست فيه مباشرة بيفتح لك المشكلة الفيسبوك. إنه البتاع ما عندي فيه الماسنجر، ما عندي فيه التليفون ده. طيب يعني في أنت الواتساب اللينك اللي رسلته لك ده دوسه، يفتح لك فيسبوك، من هناك اعمل له شير. دقيقة. طيب نحن هسه في الحلقة التاسعة نعم من سيكولوجية الزول السوداني، والليلة حنتحدث عن الحقيبة. والحقيبة طبعا حاجة very حساسة، ولأنها واحدة من فنون السودان الحديثة. الحديثة برضو أصبحت يعني جزء من التراث، وبقت جزء من مخيال الناس. لا ما جا معي والله، خليه ما جا معي، أبي يفتح، خليه عشان ما نعطل الناس، أو خلي زول تاني يرسل لي مباشرة من الفيسبوك، أبي يفتح معي. طيب لازم زول يا أبي شباب من الناس المتابعين ممكن يشير الفيديو معي أنا، مع الأستاذ يعني محمد جمال الدين. الناس اللي بيعرفوا صفحتي، ما احنا في زوم. ولكن خلينا نبدأ في كل الأحوال، وذكرني لكن الرابط، لأنه في ناس منتظرين هناك شوية من هاي في أصحابي زول. المهمين عندي. طيب كده خلينا اشير ده، احاول انا اشيره معك. أيوة أسا كده تقريبا، يعني شير. أيوة تمام، كده أنا أفتكر it is done. أرجع هناك، معلش يا شباب ما تقلقوا، أرجع هناك. أيوة يس، كده اسكلير، كده اسكلير. نحن قلنا الليلة حنتحدث عن الحقيبة طيب علاقة. أيوة قول. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. وأنا سعيد جدا جدا إنه يعني ربنا سهل لنا وقدرت تاني أجي ألحق الحلقة التاسعة. الحلقة الثامنة أنا سمعتها في أثناء بتمشى، وكانت رائعة جدا، عن أدلجة القبيلة وأدلجة الطائفة وأدلجة النقابة. صراحة يا أستاذ محمد جمال الدين يعني منتهى الشجاعة، كونك إنك جزء من تجمع المهنيين السودانيين وترفض المسألة بتاعت يعني تسييس التجمع اللي هو نقابي. وبتذكر انت في اشاره سابقه برضو اشرت لانه يفترض انه التجمع ده يكون فيه الحرفيين، يكون فيه النجارين، يكون فيه السماكه، ويكون فيه بالضبط، النقلتين، لانهم كلهم يعني مهنيين بشكل او باخر. فالاشارات دي مهمه جدا، وانا داير الناس يعني اللي ما كانوا متابعين الحلقات السابقه، لانه استاذ محمد جمال الدين اخواننا ادانا الجائزه الكبرى، قال انه بعد ما ننتهي من الحلقات دي كل الناس المتابعين الكور جروب المهم مدعوين لانه الناس توضع منافسته، يعني لانه السودان ده المفروض انه يكون شكله كيف في زي ما نحن دايرينه، بناء على عرفناه ونحن وصلنا الحته اللي فيها دي.
كيف وكيفت جدا طبعا في الحلقه السابقه سمعتها انا اذا ما كنت معاكم عن الثلاثه بنا اللي هي اللي بتشكل من خلال الزول السوداني بنيه القبيله وبنيه الطائفه وبنيه المدنيه، وان في سته بعد ذاك تمظهرات لها اللي هو الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والجغرافي وشنو تاني؟ ايوه، وطبعا الجغرافي، التنوع برضه بيقوم على اساس الجغرافي، بيقوم على نعم اسس كثيره يعني، والاجتماعي والثقافي، الاقتصادي تحدثنا عنه، ما نعم حنقدر نعيده هسع. وكمان جميل برضه الدوله عندها تجليات، ده نعم ممكن نعم يعني الناس يرجعوا له في الحلقه اللي فاتت. وشكرا لك دكتور انور، ما بتقصر. الله يديك الصحة والعافية. اليوم الحلقة التاسعة اللي هو أسرار حقيبة الفن السودانية ونظرة في نوعها الشعري وصراع الفنون من صراع السياسة. أستاذ محمد جوال الدين، والله احنا سعيدين جدا جدا نتعلم وننهل من علمك، شكرا جزيلا، تفضل. شكرا، شكرا لك، وشكرا للشباب المتابعين. وانا يعني قلت الموضوع يعني بيكون عند ناس كثيرين جدا، زي تيكت يعني، in a sensitive way، يعني حساس لسبب بسيط جدا، لانه it is something to do with المشاعر وذ الوجدانيات. ولكن طبعا نحن فنوننا في السودان واسعه وشاسعه. نحن يعني في الحلقات اللي فاتت برضو عملنا ضوء عن فنون السودان عموما، وهسه على الليله هنتحدث شويه. وانا داير الناس يصبروا علي للنهايه، يعني الناس اللي عندهم مقدره ودايرين يعرفوننا بقول في شنو، وكلنا نستفيد من بعض، وهمنا طبعا السودان ونهضته وحضارته. طيب، علاقة الموضوع شنو كمان بسيكولوجية الزول السوداني؟ طبعا مؤكد الثاني، احنا قلنا وجدانيات وقلنا الصراع، انه قلنا البنيات الثلاثة هي اللي بتشكل مخيالنا. الثلاثة بنيات دي للناس المتابعين عندها غناها، وعندها رغصات الشعبية، وعندها أكيلة، وعندها شراب، وعندها مظهرة، وعندها تجليات السياسية. شفت كيف؟ يعني سريع جدا، لأنه ده مهم جدا. قلنا الثلاثة بنيات في السودان، الثلاثة بنيات الأصيلة، البنيات الغيامية اللي بتشكل مخيال الفرد، هي واحد بنية شعوب السودان، وأنا بسميها بنية الجسدانية، اللي هي إرث شعوب السودان وقبائل السودان. دي عندها إرث عظيم جدا جدا، بتمثل بشكل سريع كده في الحماسة والمناحة والدوبيت والمزدار، وأنماط كثيرة جدا من الأشعار والأحاجي والأساطير والمنالوج الشعبي، ويعني حكايات الحروب وحكايات الانتصارات، وأيضا حكايات الهزائم والانكسارات، دي كلها موجودة في الشعر، وده شعر شعوب السودان، إرث قديم جدا جدا. وحنعرف بعد شوية إنه لما جاء الاستعمار التركي ولما جاء الاستعمار الإنجليزي، هم كانوا ضد إرث شعوب السودان، لأن شعوب السودان دي كانت دول عندها ما يشبه يعني بنية الدولة، الآن عندها الملك أو السلطان بتاعه، يقول لك السلطان الشلك، سلطان الفونج، سلطان علي دينار دارفور، المك، مك دي يعني الملك، المك نمر، ملك الشايقية، مكة الشايقية، المك الزبير، المك الزبير ده في دنقلة من النوبيين، ده برضو ديل ناس عندهم يعني أسرة موجودة في التاريخ منذ آلاف السنين، ومنهم مثلا صديقنا العزيز الروائي أحمد الملك، والقانون محمد طه الملك وغيرهم، هم أصدقاء لنا كلنا، وأخلاقهم فعلا أخلاق ملوك. دي كانت ممالك كلها، لما دخلوا الأتراك كانت ممالك كلها، دي ما قبائل، دي شعوب كان عندها علمة، وعندها نشيد الوطني، وعندها طبولة، وعندها نحاسة، وعندها إرثها، وعندها حدودة مع الشعوب الثانية اللي هي الأتراك. يوحدوا السودان، في الحقيقة السودان كان كونفدرالية، يعني ما كان في دولة، ما كان في حاجة اسمها السودان أبدا، ما في اسم قبل الأتراك اسمه السودان. بالتالي شيء مؤكد إنه ما عند الناس إحساس بوطن متكامل، ده ما موجود، عندهم إحساس بالمصير المشترك في الرقعة الجغرافية الكبيرة اللي اسمها السودان، من نمل إلى حلفة. لذلك الأتراك وحدوها لغاية هناك، ومن الجنينة لبورسودان. ليه؟ لأنه الناس عندهم إحساس بالمصير المشترك، وعندهم مصلحة مشتركة، وعندهم دماء مختلطة، وعندهم ثقافات مشتركة، وعندهم أغاني وحاجي وتراث مشترك، وعندهم رموز متداخلة مع بعض.
لكن في نفس اللحظة لم يكن أبدا حاجة في حاجة اسمها السودان نهائي خالص قبل الأتراك ما يجوا، يعني بس قبل 200 سنة ما في سودان. شفت كيف؟ حتى الممالك المسيحية لما نمشي قبل سنار، سنار نفسها كان في وقتها في شنو؟ ده مهم جدا جدا الكلام ده عشان نجي لأشعار وأغاني السودان لحد ما نصل الحقيبة. في زمن سنار كانت السلطنة السنارية جواها نفسها مكونة من دويلات، يعني كونفدرالية، كان المك نمر نفسه موجود، وكانوا موجود المك عبود ومهير بن عبود بيقول لك، وكان موجودة مملكة البدويت ديل البيجا في شرق السودان، وكان موازي لمملكة سنار في سلطنة الفونج كمان مستقلة برا الكونفدرالية، وفي مملكة المسبعات دي برا الكونفدرالية في جنوب كردفان، وفي سلطنة دارفور دي برا الكونفدرالية بتاعت سلطنة الفونج دي سلطنة برا. ده السودان قبل الأتراك بشوية. لما نمشي كمان قبل سلطنة السنار نفسها لم يكن السود رقعة جغرافية موحدة، إنما كان هنالك مملكة نوباتيا المسيحية ومملكة المغرة المسيحية ومملكة علوة المسيحية اللي عاصمتها سوبا. شفت كيف؟ دي الصورة كده، دي البنية رقم واحد اللي بتنتج آداب وفنون ومؤثرة تأثير شديد جدا في حياتنا وفي مخيالنا، ولسه على الحركات المسلحة والحركات السلمية بتنبعث من شعوب السودان. تحدثنا في الحلقة الماضية عن الموضوع ده لمن شاء، شكرا لكم. بعد ذاك كان في البنية بتاعت الطائفة، بنية الغيب، وتحدثنا برضو في الحلقات الماضية إنه الغيب ده ما غيب التصوف بس ولا غيب المسيحية بس، ده غيب الإله أبادمك، وبرضو في غيب الإله آمون، يعني الغيب ده قاعد في مخيالنا بكثافة. حتى غيب البحر ده كان معبود في يوم من الأيام، عريسنا شنو قطع جرايد النخل، وعريسنا يعني معنى الكلام ورد يعني البحر. مشهد ورد البحر، ايوه ورد البحر، شكرا لك. عريسنا ورد البحر وقطع جرايد النخل يا عديله، دي اغنيه تاريخها قديم جدا، لانه النيل كان معبود نفسه وكان بيرموا فيه اجمل بيت في البلد، وهي بتكون سعيده باعتبار هي عروس النيل. هكذا كان مخيال الفرد. ده الغيب، ده الغيب، الغيب ده تعبى دائما، بتعبى في كبسولات جديده. في زمن المسيحيه تعبى غيب الاله آمون والإله أبادمك في كبسولات المسيحية برضو عندها تأثير كان كبير جدا في الماضي، لأنها يعني كانت الدين الرسمي للسودانيين لمدة 1000 سنة، والإسلام أصبح الدين الرسمي للرقعة اللي اسمها السودان، وتحديدا يعني الرقعة اللي كانت بتحكم سنار والمسبعات ودارفور أيضا لمدة 500 سنة بس. يعني رسميا، دائما نقول رسميا، دائما بيكون في اشراقات في الماضي وفي مجموعات حاضره، لكن رسميا تم سنه 1504. سنه 1504 دخل التصوف بكثافه، والتصوف قام انتج يعني انتاج كبير جدا، لانه الصوفيه دي موجوده طبعا في مخيالنا، قلنا وتحدثنا عن الموضوع ده، مش قبه بره ولا درويش حايم بره، الدرويش ده جواك، لانه التصوف ده اثر تاثير بالغ في السودان، كل حله هسه بتلقى فيها قبه. ده فولكلور عظيم جدا جدا. وكان المسيد ده في يوم من الايام هو طبعا المدرسه الخلوه، وهو دار القضاء ودار الافتاء، وهو المستشفى للناس العيانين نفسيا وماديا. واذا الناس جاتهم كورونا ما في طريقه ولا في لقاح، بيمشوا بيجي الجدري وبتيجي امراض كثيره جدا، بيمشوا للشيخ بيديهم محايه وبيديهم حاجات، يعني في الوقت ذاك ما في غير كده، والحاجات دي بتنفع يعني وبيعالج الناس نفسيا، والزول اللي بتحصل له مشاكل عقلية أو عصبية ده كله حاصل، ومكان يأوي الناس أبناء السبيل، ومحكمة يعني قصة كبيرة جدا جدا، وحالة نفسية الناس انت إذا ماشي في الظلام بتنهم الشيخ الكباشة والشيخ أبو كساوي أو الشيخ ود بدر، يعني الكان داك سيدي الكان داك، شوف ده الشيخ حسب الرسول ود بدر، والشيخ ابو عصايا، وشيوخ يعني عظيمين جدا. انت لما تكون في ظلام يعني ماشي في الظلام حبوباتنا تقول لك يا الكباشي من السم الماشي، يعني التصوف دوره كبير كبير جدا جدا. التصوف ده برضه بنتي زي البنيه الاولى، بنيه شعوب السودان، بنيه الجسدانيه، بنيه تحدثنا عنها بكثافه المرات اللي فاتت، دي بتنتج ادب عظيم وكثيف جدا عندها، وده الاستعمار ضده. عشان نجي للحقيبة بعد شوية، بنية التصوف طبعا عندها غناها وعندها شعرها وعندها رقصها، طبعا المديح والنوبة والله الله والرقيص والدرويش بيرقص في الحلقة، برضه عندها أدبها وعندها شعرها وعندها فنها وعندها تراثها وعندها فولكلور الموجود في القباب، وعندها أساطيرها وفزعتها، قصة رهيبة التصوف ده.
دي البنية الثانية. البنية الثالثة هي بنية المدنية اللي هي حديثة، دخلت تطش شوية كده مع الأتراك، لكنها في الحقيقة أنا يعني بخلي الأتراك، هي توطدت في العهد الإنجليزي، سيب الأتراك يعني لمحة كانت صغيرة جدا لها، جاءت حقيقة المدنية الحديثة دخلت مع الإنجليز، والمدينة الحديثة المدينة المدنية قصدي بنعني بها الحداثة، هي جزء من الحداثة، يعني المدنية هي بنت الحداثة، مدنية ودي بنت الحداثة. الناس شنو المصانع الأنشئت والمدارس الأنشأوها الإنجليز، كلية غردونة التذكارية 1902، وأنشأوا خورطقة وادي سيدنا اللي درس فيها أبو صلاح شاعر الحقيبة، واللي هي كانت المدرسة الأمريكية قبلها اسمها كده، وبعد ذاك في خور عمر، وبعد ذاك الإنجليز عملوا لقدام معهد بخت الرضا. بخت الرضا ده اللي هو كان قبل يعني لما الإنجليز مشوا أصبح بيدير، وواحد من الناس اللي أداروه هو أبو أستاذتنا الآن مديرة جامعة خرطوم فدوى محمد علي طه، فدوى أيوه، فده كان برضو عملوه الإنجليز، وتحدثنا المرة فدوى الفاتت عبد الرحمن علي طه. فدوى عبد الرحمن علي طه بالضبط كده، دي أستاذتي برضو أنا درستني في يوم من الأيام في جامعة خرطوم، لله التحية يعني ما دام جا ذكر اسمها، ونحن بنحكي عن أبوه عن بخت الرضا ده برضو أنشأوه الإنجليز، وانشأوا معهد ام درمان العلمي، ده اهم شيء اللي هو ده كان بينتج الفقهاء 1912 عشان يحاربوا التصوف وبنيات التصوف عشان ينتجوا، لانه الناس كانت بتلجأ للتصوف في كل شيء، في كل شيء قلنا، وفي الفتوى وفي كل حاجه يعني في حياتهم ومعاشهم وفي امور دينهم ودنياهم، فهم لكن المتصوفه ديل هم الدراويش بسموهم الانجليزي، ده طبعا كلمه سلبيه، بسموهم الدراويش يعني الناس الربش، لكن دي الاعداء الاساسيين دي اللي قطعوا راس غردون اعظم ضابط انجليزي، وده الزول العمل حرر الصين بجلاله غدره وعمل حاجات عظيمه للامبراطوريه في جنوب افريقيا وفي افريقيا وفي اسيا، ده قتلوه الدراويش الصوفيه، بالتالي في عداء رهيب جدا للتصوف ولشعوب السودان، لانه برضه شعوب السودان قبل شويه حرقت اسماعيل بن محمد علي باشا الاستعمار الفات طوالي، وبنونا برضه شاعره، ده شعر ارهابي، ما هو الفافانوس ما هو الغليظ البوص أحي على سيف البحد الروس، ده النشيد الوطني بتاع مملكة الجعلين كان أنا، ده طبعا الإنجليز ما بيسمح يبوه الوقت ده، ده شعر إرهابي، وجميع آداب وفنون السودان شعوب السودان لنا كانت معادية للاستعمار دائما، المدينة قلنا هم صنعوها لأنه أصلا كانت ما في يعني الخرطوم ده أصلا كانت ما موجودة، وما بنشجي بونا دين هنا، إحنا بنعاين للتاريخ من حيث هو تاريخ، والمدنية أصبحت جزء مننا ومن مخيالنا، هنشرح بعد ده شويه ونقول موقفنا من الحقيبه، ونقول الحقيبه دي بالضبط شنو وعلاقتها شنو بالصراع وكيف تخلغت ونمط الشعر ده جاي من وين، وهل الاساطير الحايمه حول الحقيبه دي هي فعلا دي حقيقه ولا دي ده كلام ساكت، لانه في ناس هم حافظين القصص والاساطير بتاعت الحقيبه اللي بيقولوها الناس، مثلا يقول لك يا اخي والله سرور كان حايم بالغنم وفجاه كده قابله، دائما في فجأة كده قابلوا العباد اللي جيب يترنم، إبراهيم عبد الجليل كان ماشي بعجلته فجأة كده قابلوا ديمتري البازار وقال له تعالى وديك القاهرة ووداه، في دائما صدف صدف، عبد الله الماحي الساعة بعد شوية احتمال نشغل لكم شريط إذا مقطع إذا مثلا دكتور أنور حضره فعلا، لأنه أنا قلت له شكرا إنك حاول حضرته، نعم خلاص بعد شويه نحضر وما ننسى، يعني انه على عبد الله الماحي برضه كان ماشي الغايره وجاو خواجه، الخواجه بيحكي جاو الخواجه وقال لي حتمشي الغايره، وقال لي انا ما بحب الغنى بقروش وما عايز قال عجز، وقال لي اديني ما بمشي الا تديني 50 جنيه، وقت ده 50 جنيه دي قطعه الارض يعني الوقت ده قطعه الارض ب 150 قريش يعني بجنيه ونص في ام درمان وفي الخرطوم، والخروف بشيلين يعني دي بتجيب مراح يعني بتجيب زي 4-5 آلاف خروف، شفت ده بشيش انا اوري الناس يعني بتجيب 5-7 بيوت في بري، وبتجيب 5-7 بيوت في نمر 10 بيوت، لان زمان نمر 2 ما كانت مهمه يعني ممكن تجيب 10 بيوت في 5 بيوت في نمر 2 ال 50 جنيه دي، اما اذا مشيت اطراف السودان ممكن تشتري يعني 1000-1400 فدان، شفت كيف؟ يعني ده مبلغ ضخم جدا جدا. فالراجل ده لكن قال شنو؟ انا ما داير ادخل في الموضوع طوالي، دي مقدمات مهمه. انه في الحقيقه هو كان ماشي على الرجل المفترض ينضم على العقد ده الخواجه، فجاه قابله محمد عبد الله الامي
وفجأة ساقوا معاه القاهرة، قال لي اللي أمشي معاك دائما فيها فجأة فجأة. أنا بسميها المصادفات، وهي ثلاثة مصادفات في الحقيبة، مصادفات صغيرة زي يقول لك كان الشيخ والدرضي هذا الشاعر العظيم الفذ كان قاعد في دكان العمري، فجأة جاهم سرور جاري قال لهم مليم ماشي الجنوب، قال لي سرور إلا تكتب لي قصيدة في مليم، قام كتب لي الأسكلة وحلة. شفت كيف؟ ده كده دي الصدف الصغيرة زيها كتير كل القصص دي. مرة كده زول القصص عنده كتيرة جدا، عندهم بيقولوا لي أنت أخ جاهل ما عارف، فبالتالي أنت ما بتعرف الحقيبة دي يا أستاذ، دي كلها قصص وهمية، دي ما حصلت. هوريكم بعدين ليه في حصلت قصص أفضل منها والواقع أفضل منها، دي قصص وهمية عملوها ناس ما عارفين الحاجة دي تمت كيف، دي قصص عملوها عشان تسد الفراغ. الحقيبة دي كل الحاجات اللي بتسمعوها عنها غلط، نحن أثبتناه في البحث، مش تهيؤات ساكت، بحثنا عمل جميع المراجع الممكن على وجه الأرض بنقدر عليها، فتشناه جميع المصادر السودانية المسموعة والمغروءة والمصورة، جميع المصادر المتعلقة بالاستعمار وجوده في السودان وعلاقته بالآداب والفنون في مصر وفي اسطنبول وفي لندن، ده كله فتشناه. وفتشنا الحقيبة جذورة من وين، فتشنا ودرسنا جميع أنواع الزجل في الوطن العربي، درسنا المالوف في المغرب والجزائر، والقوم والصنعة والحوزي في المغرب والجزائر وتونس وليبيا، ودرسنا الكونكان وأنواع الزجل المختلفة في مصر، ودرسنا أنواع الزجل المختلفة في لبنان وسوريا والعراق والحجاز، ده كله تم. وتعرفنا على أنه نمط الحقيبة من الزجل، والزجل فن أندلسي قديم لكنه غزا الشرق وما يزال حتى هذه اللحظة يمارس ما عدا في السودان. في السودان تاريخ الزجل بدأ من 1921 لحد 1945 بس وتوقف، لكن هذه اللحظة إذا فتحت الإنترنت وكتبت الزجل اللبناني، الزجل المصري، الزجل الحجازي السعودية، الزجل الحجازي اسمه قبل السعودية ما تخلق تلك البلد العزيزة، نحن ما بنغيم دائما نحترم السعود، البلد ده السعودية الوقت ده كان اسمها الحجاز لذلك اسمه الحجازي، لكن الحجازي ده بيمارس لغاية الساعة في المملكة العربية السعودية. وفي في الجزائر اكتب بس عندك الحوزي، او اكتب عندك الصنعة، او اكتب عندك المالوف، المالوف ده كان بتاع المديح، ده كمان قاعد يلخبط ناس المديح اللي هم حابين جدا فكرتين الحقيبة جاية من المديح، الكلام ده ما صحيح، قلنا ما صحيح في معظمه وصحيح في حته محدده، لانه الحقيبه ثلاثه انواع ما نوع واحد، والزجل منه هو 30% ونحن صنفناه، ده كله حنحكيه بعد شويه، تصبروا علينا وانا لكم تحيه ومحبه اكيده. اللي بيحصل بانه هسه انا بقول ثلاثه بنيات، انتهيت من بنيتين، بنيه شعوب السودان وقلت دي كيف عندها آداب وفنون واساطير، وهي ذات اصلا اسمها شعوب السودان ما قبائل السودان، قبائل السودان دي بتحمل يعني شنو سلبية، نحن برضو توارثناها من المستعمر، هي شعوب السودان أي اسمه شعب الفور وشعب الزغاوة وشعب الهدندوة وشعب الشعوب وشعب النوبيين، الشعب النوبي مكون من أربع قبائل في العموم اللي هم الدناقلة والمحس والسكوت والحلفاوين أو جماعات سميها ثلاثة جماعات، وبعد ذاك الجعلين مثلا والشايقية دي شعوب، الجعالين نفسهم جوا مكونين من كمية من الشعديناب والسعداب والعالياب والزيداب وكمية والعمراب وغيره، يعني أسماء كثيرة جدا ما بقدر أتذكرها كلها. وكذلك الشايقية ده شعب كان عنده مملكة، قلنا عنده علمه ونشيده الوطني وعنده طيبول وعنده شعره، أمشي شوف الشايقية الشعر الموجود ده هناك نحن ما بنعرفه، ده شعر منطقة محددة وكمان لكنته ذاته مختلفة عن البقية، تمشي منطقة الجعالين كابوشية دي الرجل ده عظمة عظيمة جدا جدا، تمشي ده تغديس، ده الشعر كثيف طبعا كثيف، يعني الشعراء متلتلين في جميع العهود، في جميع العهود شعراء والشعر وفن غنائي أنواع كثيفة جدا. كابوشية دي منطقة الفن في السودان ولكن ليس وحدها طبعا، لا ليس وحدها، إذا مشيت السودان شعوب السودان الأخرى بلغاتهم اللي نحن كثيرين مننا ما بيعرفوها، اللغات دي جواها فيها آداب كثيفة جدا وفيها حكاوي وأساطير، هي بتحمل تاريخ السودان الحقيقي
اللي كتبه المستعمر ما كتبناه نحن، ده التاريخ الحقيقي ما اتكتب لسه. عشان كده عندنا مشروع السودان 200، ده موضوع تاني. امشي للبنيه الثالثه اللي هي دي البنيه اللي انتجت الحقيبه وانتجت الشعر الحديث، اللي هي دي بنيه المدنيه. يعني الشعر الحديث انتجوا الطخس اللي ادخلوه الانجليز. والمدنيه دي حكينا عنها المرات اللي فاتت وعملنا لها حلقه كامله، الناس الدايرين يمشوا يشوفوها يشوفوها في حلقه اسمها يعني شنو مدنيه، مدنيه ودي يعني شنو، حلقه من ساعه ونص. يعني يعني مهم جدا الناس المتابعين ودايرين يفهموا الصوره بشكل دقيق لطفا يعني يمشوا يشوفوها عشان نقدر نتشاور كويس وعشان نصل للمانيفيستو اللي قلناه في النهايه، اللي قاله دكتور نادر انور انه نحن فينا دايرين نعمل مانيفيستو للحلول ومنافسته للوعي بالسودان، ولانه كيف فعلا نلقى الحلول لتنوعنا ده، وكيف نحول كراهيتنا الى محبه وسلام ونصنع عيش سلمي مشترك يعمل لنا نهضه وحضاره بين الشعوب. انا بقول شنو البنيه الثالثه، اللي هي البنيه الثالثه هي بنيه المدنيه، ودي برضو عندها شعيره طبعا، مش شعيره بس طبعا، لا عندها طبعا احزاب السياسيه وعندها كيانات المتناطحه وعندها نغابات لغايه اخر سنه، نغابه المهنيين، تجمع المهنيين، ده ما نغابه دي مدنيه طبعا، دي الاطباء ومهندسين تخرجوا من نفس كليات غردونه التذكاريه بس سموها جامعه خرطوم. انا بالمناسبه برضو قريت في الحته دي، يعني شكرا لغردون يعني وشكرا لاهل الذين جعلوا هذا ممكنا. فالجامعات الثانيه بالمناسبه برضو الناس ما بتتحدث عن جامعه ام درمان الاسلاميه، ما جامعه ام درمان الاسلاميه اصلا عملها نفس الزول العمل، يعني الزول اللي اصلا انشاها هو. بالمناسبه غلط الناس طوالي بيختصروها يقول لك هي عمل الشيخ هاشم. الشيخ هاشم ده طبعا الشيخ عظيم جدا جدا وعمل حاجات عظيمه جدا جدا زي كل اهلنا المتصوفه، لكن هو في الحقيقه معهد ام درمان العلمي ده عمله جيمس كيري، نفس الزول اللي عمل جامعه الخرطوم، عمله سنه 1912، والهدف الاساسي رقم 1 عشان اخرج فقهاء، فقهاء الدوله يعني فقهاء تعينون الدوله، يمشوا الجوامع يمشوا يخطبوا للناس ويقولوا الفتاوي بشكل رسمي. يعني زي ما جامعه الخرطوم عملوه عشان تخدم يعني الاداره والخدمه المدنيه، والناس يمشوا يخدموا في السلك والتلغراف والسكه حديد، وفي مشروع الجزيره يبقوا مفتشين والى اخره، لقدام يعني اشتغلوا في وظائف مور سوفيستيكيتد زي الطب والقانون وكده، ويجينا احمد خير المحامي ذلك الذي يعني من المؤسسي مؤتمر الخريجين 1936، ويجي الازهر ذاته يرفع علم السودان قرا في نفس الكليه ويبقى معلم شهير والى اخره، كل الرموز المحجوب محمد احمد المحجوب وزروق واسماء كثيره متلتله، ديل كلهم طبعا خريجي كليه غردون التذكاريه وهم ابناء الانجليز وهم ابناء الحداثه والمدنيه الحديثه اللي ادخلوها الانجليز. كذلك الشعراء، خليل فرح افندي اسمه، خليل فرح افندي قرا في الكليه ذاته في الجانب التقني الفني، وبطران قرا فيها، وديمتري البازار ابو الفن السوداني برضه قرا فيها، وده كان عنده الميزانيه بتاعه الحقيبه، ده اللي قدام برضه هنتحدث عنه. قلنا البنية المدنية دي طبعا عندها نغابات أو عندها أحزاب السياسية، جميع التيارات الحديثة الاشتراكية والشيوعية والليبرالية والإسلامية، التيارات الإسلامية الإخوان المسلمين والسلفيين كلهم ديل تبع الخط المدني، ما بنتحدث عن أيديولوجياتهم لا، قديمة ولا جديدة ولا بنغيمين لا، الأعضاء كلهم ينتموا إلى القطاع الحديث. الإخوان المسلمين موجودين أكثر في الخدمات في التعليم وفي البنوك، عشان كده الناس الجانب الاخر المتشاكس معاهم وهنا ما بنغيم بيقول لهم الطفيلين، لانه الاخرين بيعتمدوا على قطاع اخر في التصور منتج اكثر، زي السكه حديد ومشروع الجزيره، النغابات بتاعته دائما بيكون الشيوعيين هناك، والسكه حديد بيكون فيها الشيوعيين، ولانه بعد ذاك لما تجي التعليم ولما تجي الخدمات ولما تجي البنوك والكلام زي ده بتلقى فيها الاسلاميين والسلفيين لظروف القطاع ده ولعلاقتهم بالخليج ولعلاقه ديك برضه والايديولوجيا برضه، لكن دي كلها مشاريع عملوها الانجليز، كلها مشاريع قايمه الحداثه اللي ادخلوها الانجليز والمدنيه اللي ادخلوها الانجليز طبعا مؤكد 100%. وجميع الناس دي قياداتهم كلها تخرجت من الجامعات اللي عملوها الانجليز، او قليل منهم تخرج من جامعات برضه عندها علاقه بالاستعمار، يعني مصر في مصر او في روسيا او في مناطق مختلفه في العالم. احنا هنا بنقول شنو، ما بنغيم، لكن هسه انا بقول لك برضو البنيه المدنيه دي
عندها حاجه خطيره جدا جدا مهمه جدا، برضو عندها شعره وعندها ادبه وعندها موسيقى، يعني مش عندها شعر بس وعندها غنى بس، لا كمان دي دخلت المدنيه برضو، دخلت مفاهيم حديثه ودخلت انواع ادبيه وفنيه حديثه زي المسرح زي السينما زي القصه القصيره. ما كان في قصه قصيره عندنا في السودان مكتوبه، ما كان في الروايه مكتوبه، دي حاجه مهمه جدا، ما في روايه، الروايات ما مكتوبه، في الروايات لكن ما مكتوبه، زي مثلا طه وريه ودكين، دي قصه مشهوره جدا جدا، والمعركه البطوليه دارت وكده، دي ما ملحمه يعني، حول العبادي شاعر الحقيبه نفسه حول الى مسرح، لكن في الحقيقه انا وجهه نظري هي ما مسرحيه، هي روايه اكثر منها مسرحيه. فبالتالي في روايات لكن ما مكتوبه، لكن الروايه المكتوبه بالطريقه المنظمه اصلا دخلت مع الحداثه والسودانيين والعرب ذات والشرق كله ما بيعرفها. يعني ما في في التاريخ روايه ولا في قصه قصيره بمعناها الفني والاصطلاح المعروف ده. فيها حاجي وساطير وفيها اشعار دوبيت ومسدار، انواع كثيفه من الفنون عن شعوب السودان، لكن الانماط الحديثه دي ما في، وما في صحف طبعا، وما في اذاعه ادوات نقل الاداب والفنون وتلفزيون، ده كله ما في، دي كلها حاجات حديثه وامتلكوها ناس الحداثه، ناس المدنيين ديل اللي هم المثقفاتيه، قطاع المثقفاتيه، طائفه المثقفاتيه في الحقيقه بيجوا، لانه زمان كان اسمهم الافنديه، ليه هسه بيجوا مثقفاتيه او بيجوا مثقفين؟ الكلمة دي بالمناسبة عجيبة جدا، جواها مندس شيء. زمان كان اسمهم أفندية لأنه كان أي زول يتخرج من الجامعة كان بيشتغل، بالتالي بيكون أفندي، يعني العامل في الحكومة اسمه أفندي. خليل فرح أفندي كان شغال في الحكومة، الأفندية لازم تكون شغال في الحكومة. تتخرج من الجامعة طوالب تشتغل، لأنه الإنجليز ما كانوا بيعملوا حاجة فائضة. كانوا دائما بيعملوا حاجة مهمة جدا جدا، بيدخلوا الناس قدر الحوجة بالضبط. دايرين مفتشين 50 مفتش لمشروع الجزيرة بدخلوا 50 بس، بيعملوا 2 أو 3 احتياطي إذا واحد مات وعجز أو كده والأقدار بتحصل، لكن ما في إنه بدخلوا ساكت 500 عشان بس يجي الرئيس يفتتح وكلام زي ده، لا ما في كلام زي ده، عشان كده في عهدهم في ازدهار وكل زول شغال دوره وشغال في مجاله. اللي بيحصل إنه بعد ما الجامعات بقت تخرج ساكت وناس بيكونوا عاطلين وقاعدين حايمين في الخرطوم وحايمين في الحلال، يبقى ده زول ما افندي، لازم يتحول الى مثقف، يقول لك ما بين دين، يعني بس داير افك الاشتباك ده، انه في الحقيقه البنيه المدنيه دي عندها برضو طبعا ادوات وعندها ادب الجديد الدخل مع العهد الانجليزي، والادب ده برضو كثيف جدا وانواع جديده، داير زول متعلم ذاته عشان يقعد يقول لك روايه وهن، ما كانوا كده، نسبة الأمية كانت كبيرة جدا لظروف السودان، بالتالي هم كانوا معزولين عن الأدب الحديث، بيسمعوا الحاجات السمعية بس، الإذاعة، والإذاعة كمان ما بتجيب لهم الآداب الدايرين آداب، كانت مضطهدة دائما، ما بتجيب لهم الدوبيت والحماسة والمناحة، ده كان ممنوع في زمن الإنجليز، ما في، ما بتلقى أسطوانة فيها ما هو الفافانوس، ما بتلقى أسطوانة فيها دوبيت عظيم زي مثلا الناس في العروض، ما تقيس بيتيبانا، ما يغرك لباسهم والعروض عريانة، لحد ما يجي يقول لك إنه خاتين معنى الكلام المال في الخزنة يعني، وما بيستخدموا التكنو أمانة، زي إبل الرحيل شايل السقة وعطشانة، ده أدب عظيم جدا جدا، يعني كده يجيب لي أي قصيدة من الأدب الحديث اللي أنتج من الإنجليز ما جو كلية غردونة التذكارية لغاية الساعة، جيب لي قصيدة حقيبة أو أي قصيدة كتب أي شاعر سوداني في الفترة دي تتفوق في المعنى عليه، ده ما في، لكن ده كان مضطهد ممنوع لأنه جزء من المقاومة، كان لأنه بعده بيجي باكتش كامل ما هو براو، بتجي بعد ذاك شدوله وركب فوق مهرك الجماح، بتجي قصيدة رغية بتريد اللطامة سد الكداد الزام هزيت البلد من اليمن للشام، ده شعر تحريضي غناء كثيف تحريضي، الكان وكان الشيخ حسب الرسول يبلع شب شب لخصيم وجد لي، يعني شعر كله نحن أولاد بلد نقعد نقوم على كيفنا، في لقى في عدم دايما مخدر صيفنا، ونحن الفوق رقاب الناس مجرب سيفنا، ده شعر إرهابي ما بيسمحوا به، كانوا ما بيسمحوا بالإنجليز، وبعد ذاك نحن ورثنا احتغاره، ده إرث شعوب السودان، ورثنا احتغاره بشكل أوتوماتيك لأنه برضه ضدنا، لما تجي الانتخابات البرلمان بيجوك ناس الريف بيزعلوا منهم، ناس المدينه والحداثين ديل بيقلبوها، بيقعدوا يختفوا ورا نمير، يختفوا ورا البشير، يختفوا ورا عبود، بعد ذاك ده القصه الصراع، انا قلت الفن ذاته طبعا عنده علاقه بالصراع في عنواننا فوق،
الحقيبة يعني أسرار، ولكن في نفس اللحظة صراع الفنون ده ذاته مندس فيه صراع السياسة، وهكذا يعني الأمر، والعكس صحيح، إنه السياسة برضو مندسة حول الفنون. لو تلاحظ مثلا شاعر عظيم زي حميتي وزي واد بادي وزي محجوب شريف، ديل شعراء لكن بيخدموا السياسة. يعني السياسة مندسة في الشعر، مريم ومي والقصائد الكثيرة الجميلة الرائعة طبعا، والممتعنا بها جدا، والأغاني بتاعت مصطفى سيد أحمد مندس حولها السياسي دائما، وده كله شعر المدينة وشعر الحداثة وشعر الحداثيين والأفندوية والمثقفين وشعر التيار الحديث المعادي، المعادي بشكل عنيف، شكل درجة مش التصفيات الجسدية، درجة الاغتيالات بالطيارات والدبابات في الجزيرة أبا وفي بيت الضيافة، ودرجة الاغتيالات في دارفور وفي البحر الأحمر وفي كجبار وفي الخرطوم نفسها. أما حرب الجنوب دي كانت دامية جدا، دي كلها كان عملت البنية الحديثة اللي عملوها الإنجليز، بيستخدموا الجيش ويستخدموا جميع السلاح الموجود في المخازن، وهم أصلا زي ما قلنا في حلقة حدثنا فيها عن العسكرية في المؤسسة العسكرية في السودان، إنه في الحقيقة جماعات مدنية أيديولوجية دائما بتندس خلف المؤسسة العسكرية وتستخدم السلاح لمصلحة الأيديولوجيا والجماعة بتاعتها، وبتعتدي على الآخرين، بتعتدي على تنوع السودان including آداب وفنون السودان. تلك هي القضية، دي كلها يعني محاولة، لأنه أنا أشرح البنيات دي شنو علاقتها شنو بسيكولوجية الزول السوداني، نفسيات الزول السوداني، وعلاقتها بالصراع يعني الكلي شنو. طيب نجي المرة دي specifically للحقيبة، وقبلها لكن لازم ننتبه تاني إنه في الحقيقة الحقيبة، طيب ليه نحن يعني ليه في قضية زي دي؟ ليه يعني هو ذاته في حقيبة جات حقيبة؟ يعني ده سؤال يبدو عجيب شوية، لكن الحقيبة زي جات من وين، والحوجة ليها شنو أصلا؟ الحوجة ببساطة أنا أشرت لها قبل شوية، قلت لما دخلوا الإنجليز وجدوا إنه شعوب السودان عندها آداب كثيفة جدا غير مناسبة للحظة، لأنها كانت آداب دول، يعني هم بيتعاملوا مع آداب وفنون 15 دول عندها إرثها وعزتها بالنفس وطامحة إلى الاستغلال، وجميع أشعارها أشعار سيف وأشعار سياسية محضة وأشعار عزة واستقلالية وأشعار قوية جدا جدا وفيها معاني كبيرة جدا جدا، ومحرضة على الحرب ومحرضة على المستعمر. قلنا القصيدة بتاعت بنونة والقصايد الكثيرة، بنونة دي مجرد مثال، في قصايد في دارفور وفي جبال النوبة والزاند والبحر الأحمر والشايقية في كل أنحاء السودان، والنوبيين كل والبطاحين إرث والمسلمية إرث عظيم جدا جدا، ده مجرد مثال، والحلنجة والبني عامر والأمر آر كلهم البشاريون، في شعر رهيب خالص، والفونج والأنجسنة، شعر كثيف وغناء كثيف جدا، وما كان في إذاعة وما كان في تلفزيون، المسي بتحت الحرب والسلام بتحصل عبر الأدب الشعبي، عبر الغناء والحكاوي، لأنه لحد 1945 لحد بداية الحرب العالمية الثانية ما كان في إذاعة في التلفزيون. الإذاعة دي عملوها الإنجليز عشان يعبوا الناس. هسه بنتحدث عن الحوجة للحقيبة، ها نحن في البوينت ما ناسينا، ركزوا معاي وتحية ليكم مجددا، واصبروا عليه شوية، وأنا سعيد بكم قدر الناس المتابعين معاي، واصبروا علي، يعني أنا عارف في ناس متحمسين وهم شافوا البحث وطوال كده بكونوا هايجين وقصص كثيرة جدا، لأن الموضوع ده نحن بنتحدث عن نفسياتكم برضو، يعني نفسياتنا كلنا، فأصبروا. أنا بقول ما كان في إذاعة، الإذاعة جابوها الإنجليز يعني سنة 45 بعد بداية الحرب العالمية، فكروا في الإذاعة عشان يعبوا بيها الناس عشان يحاربوا معاهم، محتاجين لناس يحاربوا كيف؟ ما الحرب دي بعيدة، في ألمانيا واليابان، لا يا أستاذ، الحرب جنبك طوالي، في ليبيا القريبة، لا ما كده يا أستاذ، الحرب وصلت لغاية الإيطاليين، وصلوا لغاية كسلة سنة 1941، وصلوا كسلة وطردوا من الجيش السودان، كان اسمه جيش دفاع السودان،
جيش دفاع السودان ده بيتكون من سودانيين واتراك مصريين واتراك وغيات انجليزيه. طرد الاتراك سوري طرد الايطاليين من كسل القريبه جوه السودان وطاردهم لغايه مصوع وحرر المنطقه دي كلها. وكان سرور هو فنان الجيش، كان سرور دائما معاهم. سرور هو اصلا في الاصل فنان الجيش، فكان بيغني للجيش في ليبيا وبيغني للجيش في اليونان وبيغني للجيش في مصر وبيغني للجيش في مصوع وبيغني للجيش في كسلة، ورحل على روح السلام مع الجيش الإنجليزي وين؟ في أسمرة سنة 1945 بعد نهاية الحرب العالمية مباشرة على روح السلام، وهو فنان وملحن فذ وموهوب موهبة رائعة، وأنا بسمعه كل يوم زي ما أنتم بتسمعوه، حتى بسمع الأصل بتاع الحان وغانيه مش بسمع الناس تانيين. عنده صوت مميز ورجل فذ جدا، ولكن نحن بنتحدث عن الواقع وإيه والتاريخ. قلنا ما كان في إذاعة، الإذاعة جابوها الناس ديل، وبعدين كان ما كان في تلفزيون، طبعا التلفزيون ده جه ليتر، وكان الصحف قليلة والناس اللي بيقروا شوية. أصلا كانت نسبة الأمية الزمن ذاك يعني لحد كم، 40 ممكن تكون، كانت كم 80 إذا ما 90%. يبقى الناس ديل كان عندهم استيل آداب وفنون، وما كانوا بيسمعوا الحقيبة. الحقيبة دي بالنسبة لهم حاجة غريبة جدا جدا. قلنا لكن الحوجة للحقيبة شنو؟ إنه الحوجة لفن جديد، كان في فن جديد لازم يجي لسبب مهم وخطير جدا جدا، إنه آداب وفنون السودان لا تصلح للمرحلة ولكنها معادية للإنجليز. دائما آداب كثيفة جدا معادية للإنجليز، والثورات كانت في الريف ما كان في المدينة. الريف كان المدينة كانت متعاملة مع الإنجليز، وكل الشباب الناس الموجودين في المدينة شغالين مع الإنجليز كلهم، حتى قيادات الأحزاب السياسية وجميع الناس والأفندية، كل الناس في سلام مع الإنجليز. الريف اللي كان عامل مشكلة مع الإنجليز، والمدينة ما كان عندها فن. شفت كيف هم الناس جو، الناس الموجودين جو المدينة ذاته، ما المدينة دي حديثة أصلا يعني. الخرطوم دي طبعا عملوها الأتراك وكانت بدائية جدا، الإنجليز هم اللي ظبطوها معماريا وثقافيا وسياسيا وكده. وأم درمان كانت شعبية جدا، بتشبه قرية كبيرة، ولغاية هسه بلد سمحة جدا وكريمة جدا، فيها روح القرية لغاية هسه. عشان كده ناس أم درمان فخورين بأم درمان، وما أنا بسميته يعني أم درمان برايد ساندروم، متلازمة الفخر الأم درماني، كتابة وتسجيل صوتي، لأني بحب أم درمان برضو، واحدة من المدن العظيمة السودانية والعالمية يعني. أم درمان دي طبعا يعني برضو إنه المهم اللي داير أقوله في الحتة المهمة دي، بأنه في الحقيقة المدينة قلت هي مصنوعة يعني حديث، مصنوع حديث، لذلك ما عنده آداب وما عنده تاريخ. يعني ما المدينة ده أصلا قبل ما يجوا الإنجليز بشوية، كانوا أم درمان دي اتخلقت في العهد المهدوي يعني قبل ما يجوا الإنجليز يعني ب 15 20 سنة بس، ما أكثر من كده. ما كان في أم درمان قبلها، بالتالي هي ذاتها كمدينة ما عندها إرثها، ما عندها إرث، لأنه الإرث ده لازم يكون مئات أو آلاف السنين، ما بتقدر، ما عندها تاريخ. حتى الناس الحاكمين ذاتهم كانوا جايين من بره، والأسماء ذاتها جديدة كلها، بيت المال والعرضة والنوباوي وما عارف، والأمير أبو عنجة والأمير فلان الفلاني والأمير مبدة، يعني كلها جديدة. نحترم الأمراء ديل جدا طبعا، ديل قيادة الثورة المهدية، ثورة الشعب، لكنها جديدة ما عندها إرث، ما عندها إرث. والناس الحكام ذاتهم ما عندهم يعني، ما جو مهتمين بالشعر والآداب والفنون دي، ما في مخيالهم، ممنوع ذاته، ممنوع تصيف صعود، ممنوع تسجر، ممنوع ترقص، ممنوع تغني، ممنوع، كله ممنوع. في طريقة واحدة بس اسمها الأنصارية، وده الراتب بتاع المهدي، أي شيء ممنوع، ممنوع، حتى الطرق الصوفية الأخرى كله ممنوع، أي شيء ممنوع حقيقة كده يعني. بالتالي المدينة أم درمان لم تنتج أدب حقيقي، والخرطوم ما فيها أدب، لا يوجد في المدينة. الناس المدينة لما احتاجت تعمل أدب استلفت أدب من بره، استلفت أدب من بره. لما جو الإنجليز، أنا عندي مغال وأنا لست بشيء، لكن شوفوه، أنا قلت شوفوه للناس اللطفا يعني دايرين يعرفوا القصة دي شنو اسمه. لماذا خان الإنجليز أدب كابوشية؟ كيف؟ كابوشية دي منطقة فيها إرث كنا عظيم جدا جدا، فيها مئات الشعراء، وطبعا فيها والضحوية ومحمد والدلفكي، أسماء متلتلة، وشاعر الحقيبة عبد الله الماحي، اللي بعد شوي حنسمع كلام بيقول فيه إنه ده ذاته
جاي من البجراوية اللي يجوا من كابوشية، أو في الإطار يعني بتاع أدب كابوشية. والإنجليز اعتمدوا على أدب كابوشية في البداية، المستعمر ذاته يعني حاول يعتمد على أدب كابوشية، لأنه قلنا الأدب خطير كان عشان يوصل الرسالة. ما في إذاعة، ما في تلفزيون، ما في صحف، ركز في دي. يعني ما تعاين الصورة اللي في الإنترنت واتساب إنه القصة دي شايفة بسيطة، لا أبدا. ده كان الإنترنت بتاع الوقت داك، واتساب الوقت داك، وإذاعة الوقت داك، والتلفزيون الوقت داك، وصحف الوقت داك. الغنى شفت كيف؟ لأنه ده كلها ما في، كلها ما في، في فقط الأدب سماعي، والزول ما في تسجيل لازم يجي قدامك. عشان كده سرور بيمشي مع الجيش، ما في الوقت داك لسه أسطوانة ما بتقدر تشيلها، دي ذاتها جديدة لكن ما بتقدر تشيلها معاك ذاته أصلا. فونوغراف لازم تكون قاعد في حتة، ده أنت ماشي مع الجيش لازم تتجول أنت بنفسك، تكون شايل أدواتك وصوتك وتمشي بنفسك. لذلك الغنى خطير جدا جدا دوره، والأدب الشعبي والحكاوي الشعبية خطيرة خطيرة جدا جدا. لذا الأمر ما سهل تعايل ليه بالصورة بتاعت الوقت ده. بعدين ما تعايل للحقيبة كباكج واحد لما بدأ سنة 1921 وتعايل لها لحد 1945، دي اللحظة المهمة. بعديها تاني ما خلاص بعد الحرب العالمية أصلا الإنجليز دار يدوا السودان استغلاله، غرروا كده من بداية الحرب، قالوا للجيش إنكم انتوا إذا حاربتوا معانا بنديكم استغلالكم، وده اللي حصل. بالتالي أي خططهم كلها وقفوها. لذلك الرجل اللي أنتج الحقيبة هو الفز النابغ العبادي، لم يكتب أبدا بعد 1945، لم يكتب كل شعر زجل حقيبة. ممكن أنتج دوبيت ولا بقوله ذاته في التلفزيون، إذا جبته في الإذاعة بيقول لك دوبيت وبقول شعر أصل سودان، والشاعر دوبيت عظيم جدا طبعا. وأنه هو طبعا عراب الحقيبة أصلا أنتج 4 5 زجليات، يعني غنى الحقيبة ده أنتج فيه 5 6 زجليات. ده حنتحدث عنه ليته، ده ما الموضوع. أنا سي بقول الحوجة للحقيبة هي ذات ليه، كان في حوجة إنه يتعامل شعر ما عنده علاقة بالسياسة، يتعامل شعر يسمعوه كل الناس، ويسمعوا الجيش الإنجليزي، ويسمعوا الجيش الإنجليزي مكون من سودانيين ومصريين، مفترض بيخدموا الإمبراطورية العظمى، وبيتكلموا عربي، بيتكلموا عربي ما بالدارجة السودانية. عشان كده الشعر ذاته لازم يكون يقدروا يفهموه، كانوا بيعرفوا الزجل لأنه الزجل موجود في المناطق الجاية منها. هم الجيش الموجود سوداني أصلا، الجيش السوداني ذاته داخل الجيش الإنجليزي هو الدفاع السودان، هو أصلا في الأساس أبناء السودانيين اللي كانوا بيخدموا في الجيش التركي. ونحن قلنا ما بنقول مصر محتلة السودان أبدا، مصر كانت دائما يعني مستعمرة قبل السودان، والاستعمار بيجينا من مصر بعد ما يتم استعمار التركي أو استعمار الإنجليزي. فبالتالي إنه هم الأتراك بعد ذلك بيخدموا المصريين وبيخدموا السودانيين وبيخدموا برضو الإنجليز، هم القيادات وبرضو بيعرفوا عربي. فبالتالي لكن الدارجة السودانية ما بتنفع، لازم تقول لهم شعر بلغة يفهموها، وكان بيعرفوا الزجل. لكن لما تقول لهم مثلا شعر نحن أولاد بلد نقعد وتاع ما بيعرفوا لك وده شعر عداي، لازم تقول لهم يا غصين النغى يا لدن، يا غصين النغى يا مهفهف يا لدن يا أم لدن. لازم تقول لهم نسيم السحر، لازم تقول لهم شنو بتاعت الجنان بتاعت سرور، حورية في السودان ومرات مصرية في السودان، بحبي ليك أبوح يا كده. ما بالدارجة السودانية، ما بيعرفوا بالدارجة السودانية، لأن يعني الغنى ده أصلا معمول في الأصل للجيش. شفت كيف؟ ما بالسودانيين ما كانوا بيسمعوه. الحقيبة دي لما بدت كان الشعب معادي عداء مطلق، الشعب في الريف وفي المدينة ما كان بيسمع، أغليات بسيطة جدا جدا أصلا متأثرة بالمد الحديث، ما كانوا بيسمعوا الحقيبة نهائي أصلا، ما كان في زول بيسمع أصلا. الناس اللي عندهم فونوغراف وكانوا بيسمعوا الحقيبة قبل ما تجي الإذاعة، وقبل ما الحقيبة تصل للإذاعة سنة 1900 في حدود العام 1952، عمل الرجل اللي اسمه على روحه السلام صلاح أحمد محمد صالح، وبداها من لندن في الحقيقة، ما إذاعة درمان، من إذاعة ما إذاعة السودان، من لندن بدأت الحقيبة، من لندن مش إذاعة السودان. والحقيبة كان باكج كامل، هي
الزجل اللي جواها اللي انا بتحدث عنه الاصل في الاندلس والناس اللي قروا البحث ده 30% منا، الباقي 30% في النص، وال30 الثانيه دي سوداني قحه زي ست البيت والاسكي لو حله والكلام زي ده، ما حقيبه لانه الغاموس سوري ما زجل، حقيبه لكن ما زجل، موجود في نفس الفتره ومسجل في نفس الاسطوانات، لانه برضه غرامي ولانه برضه ما معادل يزول، ما معادل عهد وما معادل انجليز، ودائما ست البيت حاجه جميله جدا جدا، قصيده فيها غيام وكده، ما فيها انه فيها سيف ولا فيها انه الانجليز كعبين، فيها حاجه جميله جدا جدا، اي شعر زي ده مرحبتين حبابه، لكن اللي سجل في الاسطوانات ديك والفونوغراف في الاصل هو الزجل، في الاصل هو الزجل، نادر جدا تسجل حاجه زي ست البيت اللي بتشبه المديح دي اللي بتلخبط الناس انه ده زي ايوه ده اللي بيشبه المديح، لكن بتاع الزجل داك نهائي ما عنده علاقه بالمديح ولا بيشبه المديح ابدا كله كله، انما الانجليز شجعوا النسخه الزجليه، والناس اللي ودوهم بمصر بتمويل ودوهم مصر بقروش الدوله ديل مشوا سجلوا بالنسخه الزجليه، والنسخه الزجليه انتجوها سودانيين، يعني في ناس طوال يجوا يتحسسوا ويعملوا فيها حركات هم لا عملوا بحث ولا عارفين ده شنو ولا عارفين تفاعيل ولا اوزان، وبس حافظين لهم قصه قصتين وبشرطوا في هدومهم يا للجمال يا للروعه يا حوله، شوف قال يا بدور القلعه والجوهره، والقصيده جميله جدا جدا طبعا، وفيها سجعي رائع جدا وساحره جدا، لكن من اين جاء هذا يا استاذ؟ انت عندك في السودان دو بيت ومزدار وحماسه ومناحه واي حاجه معروفه، اي نمط شعري معروف ده ما ممكن تسمي له حقيبه، يعني حاجه بخط فيها الحاجه، ما في شعر بيسموه باسم الاناء بتاعه، شعر الحقيبه ده النمط الاساسي بتاعه هو زجلي، زجل جواه في طبعا ما زجل، قصائد سودانيه عاديه زي بتريد اللطام وكده، اصلا القصيده الطويله دي موجوده، ما جات مع الحداثه يعني زي ما ناس بيقولوا، ما جات مع الانجليز القصيده الطويله، ما هو الفافانوس طويل وبتريد اللطام طويله، وغير قصائد كثيره طويله بالمناسبه، والدوبيت اللي عملته شغب المراغمابيه في العهد السناري فيه قصائد عديل، فيه قصائد عديل امشي شوفه، وقصائد الحسن الحرك في العهد السناري عنده قصائد وعنده اشعار طويله، بالتالي زي ست البيت دي قصيده زي بتاعت الماضي، يعني بتشبه المديح بتشبه القصائد بتاعت الماضي، ما قلنا شيء، لكن الزول الكتب نفسه والدرد نفسه كتب النمط الزجلي اللي هو غاموس، لا موجود في السودان ولا في المديح ولا في القران ولا وكله كله ولا موجود في الخلوه، يعني امشي القالي يا غصين النغى يا مهفهف يا لدن يا ام لدن، دي ما في في السودان ولا في الشعر العربي الفصيح في غصين النغى، يعني في كلمات مفتاحيه محدده، اذا انت مشيت لقيت الكلمات المفتاحيه دي في القصيده ده زجل طوال، اللي هي الكلمات المفتاحيه دي زي شنو؟ زي مثلا زي امحال امقال، شو الكلام شو التصريفات دي، امحال امقال تيك واتاكا يا رشا يا كحيل، دي ما في، يا الخد الزهري، كلام كتير زي ده، يعني بتلقى انه واضح جدا انه الغاموس ما موجود، الغاموس ده موجود في الزجل بس، موجود في الزجل بتلقى موجود في الزجل بس، والقصيده كلها ثمانية معايير، نحن حكمنا ثمانية معايير مش اثنين ولا ثلاثة، أما قصة التناص إنه أصلا يا أخي الأشعار دي الناس بتستلف الأفكار من بعض وبتاع، ده مردود عليه تماما، زي مثلا التناص ممكن يكون زي شنو، شوف التناص ممكن يكون جميل كيف، وزي مثلا قال لك في التناص، مثلا في التناص أقول لكم من الذاكرة إنه زي إبل الرحيل شايل السقا وعطشانة، شفت البيت ده كيف، في بيت بالضبط باللغة العربية الفصحى قديم خالص جاهل، يعني أظنه بتاع امرئ الغيث، بيقول إنه كالعيس في البيداء عطشة ظمأة والماء على ظهرها محمول، شفت كيف؟ كالعيس، العيس يعني شنو؟ يعني الغافلة بتاعت الجمال، غافلة الجمال في الصحراء ماشية في الصحراء،
كالعيس كالعيسي في في البيداء في البيداء ظمأ والماء على ظهرها محمول. شفت دي ما نفسها، دي نفسها زي إبل الرحيل شايلة السقا وعطشانة. لكن في حاجة خطيرة لازم تفهمها هنا، ده ممكن يكون طناس وجابه من رأسه، لأنه ما استخدم الكلمات المفتاحية وما استخدم نفس الوزن، ده وزن مختلف وده نمط شعري مختلف، ده نمط شعري مختلف دوبيت، وده قصيدة كلاسيكية. وبعدين الغاموس ما موجود في الحقيبة، يحدث الغاموس ويحدث الوزن ويحدث النمط كله والكلمات المفتاحية بالضبط زي ما هي. وحديكم أمثلة طبعا، ما هنمشي بدون ما أديكم أمثلة طبعا دقيقة جدا جدا عشان نرجع إنه النمط الحقيبة جاي من وين ويتعمل ليه أصلا. عملوه مبدعين سودانيين نوابغ، لكن في النهاية شجعته السلطات بتاعت العهد ذاك لكل الأسباب التي قلناها. ولغاية الساعة الناس اللي هم ما عملوا دراسة وما فاهمين ده شنو، بيفتكروا الحقيبة دي تراث يعني غيره ما في، ده تراث والمدنية جزء مننا، وكلنا بنلبس بنطلون وبنغني أغاني الحقيبة وبنغني الأغاني الحديثة وقرينا في كليات غردون وكده كله حصل، وأول كليات التانية زي ما قلت أنا معهد أم درمان العلمي 1912 بقى جامعة أم درمان الإسلامية. أنا ما أنسى النقطة دي لأنه قبل فوت من ناس ما حنرجع لها، بس ده سريع لأنه نسيت. يعني زي جامعة خرطوم، زي كلية غردوم ما بقت جامعة خرطوم، معهد أم درمان العلمي أنشئ سنة 1912 وبقى جامعة أم درمان الإسلامية. وهكذا خور طقات وحنتوب وادي سيدنا والسكه حديد ومشروع الجزيره، مشاريع كثير عملها الانجليز انتجت المدنيه الحديثه وانتجت الوعي الحديث وانتجت الرقص الحديث. حتى الرقص الحديث اللي بترقص كده ده انجليز اسمه كومبيا، اسمه العلم كومبيا. نحن رقصتنا كده بالسيف، انا المعلق ده مو معلق وساكت، سيكولوجيه الزول السوداني فيها سيف دايما، كل الشعر القديم الاصلي فيه سيف. والرقص عرضه وصقريه وبترقص بالسيف والحراب والسيوف والسيطان وفي بطان. يعني ارث شعوب السودان ارث قوي جدا وفصيح جدا وباهر جدا، لكن بفعل فاعل مغيب وبنخجل منه. لدرجه انا قلت لكم المره اللي فاتت بانه لما الكابل غنى ما هو الفافنوس ما هو الغليد البوص لاول مره، يغني شاعر محدد وبشكل زول من كمان من المدينة، دي فلت منه يعني لأنه أصلا درس تراث، فلت منه لقوا الحاجة دي عظيمة جدا جدا وقام غناها. والكابل نفسه أبوه خريج كلية غردونة التذكارية، وكان في الحقيقة صديق لبطران وصديق للشباب ديل، ناس خليل فرح أفندي والناس ديل برضو قرا في زمنه أبو الكابل نفسه، بالتالي الكابل مطلع وعارف كل شيء وتربى في كنف أسرة مثقفة جدا. فقام غنى إرث سوداني زي قصيدة بنون الفاخرة الجميلة دي، أنا قلت فيها بيت لم يحدث في تاريخ البشرية، كتبت عنها مقال مقالين وقطعت القصيدة يعني عملت لها تقطيع وجبت وزنها وغيره ضمن الشغل اللي اشتغلته في الحقيبة، جبت الأوزان برضو عشان أغارينها مع الزجل الأندلسي، الجزء الزجلي من الحقيبة عشان أقارنه مع الزجل الأندلسي واكتشف بأنه المعايير الثمانية اللي قلناها اللي هي الكلمات المفتاحية والأوزان والجرس الموسيقي والحنين إلى فردوس مفقود وكلها كمية من الحاجات، وبناء القصيدة نفسه هو ذاته كله الزجل الأندلسي. وتحدثنا عن القصة دي بكثافة جدا في البحث وبشكل دقيق جدا جدا. وإنه الكابلي ما ننسى الكابلي لما غنى ما هو الفافنوس ما هو الغليظ البوصلة، أنه أدب وفنون السودان مشجوبة أصلا، والشجب ده بيجي جزء من خاطرنا في المدينة. الجرايد الخرطوم برا الكابلي شخصيا يعمل البحث، اتصلت به واتكلمت معاه، قال لي أنا لما غنيت القصيدة دي سنة 1900 الغنية دي 1969، قال لي أنا بكرة ما قدرت أمشي في الشارع، يعني الناس دي ضاربوني. وبعدين جرايد الخرطوم بكرة مانشيتات عريض مسمينه المرأة الغناية، وقال لي بعض الجرايد جايب ملبساني توب. شفت الإهانة، وغالوا عنه ما غالوا يعني، بعد ده قالوا أكتر من كده يعني، ده منتهى الابتزال يعني، حمادة بابه جنب بابنا والزني قال لسه ده خير
يعني هسه عزني الناس متسامحين معاه، لكن ده كان الوقت ده يكون فيهم وبين الزول ده بخرب في الارث تخريب شديد، بخرب في الارث الجديد، في الفهم الجديد والوعد الجديد اللي جابوه الانجليز، بيجيب لهم كلام زباله من التاريخ التافه بهذا المعنى طبعا. والا المعنى شنو؟ ايوه هو كده. عشان كده بتلقى الناس المدنيين ما بيقولوا دوبيت، ما بيغنوا دوبيت، ما بيقول لك يعني الناس في العروض ما تقيس بيت ابانا، ما يغرك لباسهم والعروض عريانة، ما بيقول لك كلام زي ده. والمعنى اللي قلنا فيه البيت زي يعني انه المال عندهم، التكنؤ امانة ما بيصرفوا منه، ده طبعا الادخار. ناس المدينة ما ضد المدينة، ضده اول شيء المدينة، نحن قلنا قيم المدينة قائمة على النظافة والنظام والادخار والعقلانية، وعندها سلبياتها، القيم اللي تحدثنا عنها زمان قيم المدنية، وعندها سلبياتها من السلبيات الاستغلالية والأنانية، لأنه هي قيم الأنا، قيم المدينة. وقيم شعوب السودان هي قيم النحن، الأمانة والكرم والشهامة والمروءة، دي كلها قيم النحن، لأنك أنت بتمارسها مع الشجاعة دي، محتاج لها ليش؟ عشان تدافع عن الجماعة لما يهجم على نمر أو ضبع، أو إنه يهجم القبيلة الثانية على أو الشعب الثاني. ما في جيش منظم، الجيش لازم يتكون من الفرسان اوريدي والشنو وروحهم المعنويه بتحصل عبر قيم الشجاعه وغاني الحماسه والمناعه، عشان يقدروا يدافعوا عن حواكيرهم عن وطنهم. الوقت ده وطن قلنا. يبقى الشعر ده لا يصلح للمدينه، عدو له، عدو لفنون واداب السودان، لانه ضد فهمها وضد قيمها. شفت كيف؟ ضد قيم المدينه برضه في ادخار. ده بقول لك المال مفترض تصرفوه، ما تخطوا التكنؤ امانه، كانه مسكينك لامانه، تصرفوا للضيوف وللجيران وللاهل وللاحباب، ما تدخر عشان تشتري عربيه وتعمل بيوت كم طابق وكلام زي ده. لا، في اشتراكيه عند شعوب السودان، ممنوع تعمل كلام زي ده، غلط، بتكون فسل، بتكون جبان لما تدخر، بينبذوك. برضو كمان لما نمشي تحت، انه الناس في العروض، لما نرجع نقول الناس في العروض ما تقيس بيت ابانا، برضه المدينه قايمه على المظهر، لازم تلبس كويس وبدله وكرافته وكده يعني. يبقى لكن يعني انه الزول ده بيقول انه الملابس ذاتها ما مهمه، وفعلا ده ترو يعني، لانه ده برضه عنده ده جزء من المخيال العشائر والصوفي. التصوف برضه بيشجب المظهر، ودي حدثنا عنها طبعا في الحلقه الاولى، ما حنعيدها هسه. لكن بقول لك انه يعني انه ارث شعوب السودان مشجوب بواسطه الافندويه، لانهم هم ابناء المستعمر، وورثه ده ما شجبي طبعا، ولا تغييم ولا ادانه. الاستعمار ده ما عمل لنا بنيه جديده، هي المدنيه دي بنيه بقت حقتنا. يعني الاستعمار بقت تمكين، تمكن لدرجه انه نحن بيجوا مننا، يعني بيجوا من خيالنا جوه، ما بتقدر تطلعوا تقلعوا. عشان كده الناس اللي يعني بيفكروا بطريقه نرو شويه، بيفتكروا انا بقول الحقيبه دي تافه، وناس يقول لك قال الحقيبه ما عارف مسروقه، وقال الحقيبه كلام فارغ. انا ما قلت كده يا استاذ، انا قلت انه الحقيبه دي فن سوداني اصيل، وفي نفس وجاء لظروف المحدده اللي لسه بنقول فيها دي، وانتجوه نوابغ سودانيين ولحنوه نوابغ سودانيين، ولكن الانجليز شجعوه وصرفوا عليه وكان عندهم ميزانيه له. طيب دكتور انور موجود؟ خلاص انا بواصل. نعم. انور لما يجي ايوه ممكن تشغل لنا المقطع بتاع الشاعر عبد الله الماحي، واحد من رواد الحقيبه والاساسيين في الحقيبه، ولانه وداه مصر منه يعني اللحظه والتمويل جو من وين، والخواجه قال لي شنو. لا الفيديو الاول، الجزء الاول، شغل لنا الجزء الاول. أنا في اللحظة ممكن أتناول لي موية؟ جدا. يا أوكي.
هذه فضل مين؟ عبد من دولمان قال ثورات هناك في الحكومة اللي يعرفهم هم يا اخوانا اللي يعرفوا مع حجوب اللي يعرفوا فلان وفلان وفلان مش هو يا ابو دخلت اللي اسمه عبد الله الوسيط رحمة الله عليه كان مقاول مع فرنجوز سنة في المباني ومحمد الفقيه كان هنا في سوق الخضار في الخضار مش جاب عبد الميت وجابوا محمد الفقيه جابوهم وجو هناك في الأوضة اللي أنا ساكن فيها هنا في مدرمان. أنا لما جيت من الشغل جيت لقيت جماعة قاعدين سلمت عليهم وقلت له أنا على حاجة قال والله أخويا ده جاب لك واسطة علشان تمشي معاه مصر تسجل له أسطوانات. قلت لهم لكن أنا ما بقدر أروح أسجل أسطوانات ولا حاجة بالقروش ما أصير ما بشتغل معاهم. وقال لي شوف نحن جيناك والراجل ده وسطنا والراجل ده أجنبي وجابنا نحن علشان نتوسط ليك أنت عشان تمشي معاه يا إما أنت تمشي معاه يا إما أنا فارق أنا فارق كله قلت له لكن الكلام ده صعب شوية غريب زي الحاصل يا تجيب خاطرنا تمشي مع الخواجة ده يا إما نتفارق منه نقاطعك مرة واحدة قلت لهم كويس طيب أنا إذا كان حبيت أمشي مع الخواجة ده عاوز منه 50 جنيه اللي كان بيدفع لي 50 جنيه بمشي معاهم والخمسين جنيه في الزمن ذاك حاجة كتيرة لأنه أنا عارف ديك سأقوم ب10 جنيه 10 جنيه كل واحد بيدفع له 10 جنيه نعم أنا قلت أعجز الخواجة ده بالمبلغ ده عشان يقول المبلغ ده كتير ما يرفض قال خلاص أنا بدفع 50 جنيه ده الخواجة قال له تعالوا 50 جنيه قلت له 50 جنيه يعني. طيب أنا عندي كورس الكورس ده طبعا 50 جنيه دي لي براي لكن الكورس ده برضو عايز اتفاق معاك تتفق معاهم قال لي ما في ما نجيب الكورس أنا بتفق يعني ما خلى لي أي طريقة بعدين قلت له خلاص على السفر قالوا السافر باكر الساعة 7 من الخرطوم لمصر كان مدة بسيطة خالص خالص موجود الساعة 2 وباكر السفر الساعة 6 7 صباح من الخط بعدين قبل الله أقلع مشيت طوالي الخواجة ده الإنجليزي ده المفتش خبطت له الباب جاني الخدام سألته قلت له أنا عايز أقابل المفتش قال لي تستنى دخل على المفتش كلمه قال له قال لي جيت داخل على المفتش هنا وقال لي مالك عاوز شنو قلت له سعادتك انا يعني خبر ابو عيان جاي موت الحين دارت اديني اجازه عشان امشي لابوي قال لي لكن مين يسوق العربيه الحين في الزمن ذاك السواقين 3 4 ما في سواقين كتار السواق كان بياخد 4 جنيه في الشهر ما في سواقين لكن في واحد ولد من اولاد العلفون ده كان يشتغل معي في الاشغال اشتغل معي سواق وانتهى من اخر شهادته ومرق جيت لقيته قاعد في قهوة حسن سعد قلت له خلاص يا خواجه انا بجيب السواق قال لي اذا كنت تجيب السواق انت تمشي بعدين فت منه مشيت قلعته واستحميته وغيرته ورحت الخرطوم طوالي مشيت هناك لقيت القهوة هناك كان واحد مصري اسمه حسن سعد عنده قهوة قبل يجي على الخرطوم لقيت الجماعة أولاد نادي كلهم قاعدين هناك ولقيت الولد ده نفسه قاعد اللي ذكرته ده ساعة السواق ده بعدين تكلمت معاه قلت له فلان قال لي قلت له والله أنا عايز أوريه للبلد الحين دارك تمسك العربية ده لغاية أنا واجي قال لي ما عندي مانع أمسكها بعدين قلت له هاك المفاتيح دي المفاتيح بتاع العربية والعربية في المحل الفلاني هو دين تيكيو بعدين شفت الأولاد اللي مشوا معي أولا فيهم ولد من أولادنا براه اسمه إدريس العيال بالكورس بالكورس وفي واحد اسمه الطيب عبد الرحمن من بري نحن ماشيين
عن الخواجه هناك الساعه 6 في مكتبه عشان يتفق معهم. لا قال محمد علي الامي ده في 6 ساعات، انا قال ماشي مين؟ قلت له والله لا فيه 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 يا عمي. قال لي والله الا ماشي معكم. قلت له لكن انت سمعان احنا اتفاق معك. قال لي ماشي معكم، ان اداني الخواجه مداني لازم امشي معكم. سكنوا بس يعني احنا الثلاثه قابلنا الخواجه في المكتب هنا. هاي خواجه دي الكورس بتاعي 3 فرعون دي اتفق معاهم. اتفق معاهم كل واحد يديه 18 جنيه ويكون الذهاب والإياب والإقامة عليهم. اتفقنا على كده، ركبنا في العربية ودانا بيته طوالي. دخلنا في البيت وركب العربية رجع جاب له محامي وياه يكتب الشروط. أول كتب الشروط علينا، أول الاتفاق سنة كاملة لا نتفق مع أي إنسان غيره. وكتب إنه يدفع المبلغ ده مقدم من نص والباقي بعد رجوعنا من مصر. والقيام في مصر باكر الساعة 7 سنة 29 ده. تكلم سنة 29 شهر 10 شهر 10 جميل جميل جميل. ايوه ده المقطع الدايرينه، وواضح بنقول بانه رجوع لقبل شويه. شكرا دكتور انور على التعب. يعني قلنا قبل شويه بانه في الحقيقه الانجليز الوقت ده الكلام ده شوف كان سنه 1929، يعني قلنا ما تنسوا ما في اذاعه ما في صحف ما في تلفزيون ما في واتساب ما في انترنت ما في اي شيء. داير ترسل رسالة ما بترسلها إلا عبر الطرق دي المباشرة للناس، أو لما بقى في الفونوغراف والأسطوانات الإنجليز حاولوا يعني ينشروا الأدب الحديث، الأدب ما بتاع شعوب السودان ما فيه مغاومة، أدب برضو أدب ستيل أدب الشعب السوداني، لكن هذا الأدب ما فيه مغاومة، ما في زول يقول لك عزة في هواك عزة ما سجلوها. شفت كيف؟ أي أدب محايد بيقول عزة في هواك أو بعزة في هواك، ما خليل فرح أفندي ماخذ صايد، خليل فرح أفندي ماخذ صايد مع الـ مع المصريين، يعني دي حركة معروفة أنتجت حركة اللواء الأبيض، حركة مع الشعب المصري، مش ما المصريين دي معناتها الأتراك المستعمر، لا، إنه كان خليل فرح وكان معروف في ايديولوجيا وحركه سياسيه كبيره وعسكريه اسمها وحده وادي النيل، وراء حركه سياسيه كبيره وعسكريه اسمها وحده وادي النيل. دي ايديولوجيا عظيمه جدا استمرت في السودان 100 سنه. حتى السودانيين في اول انتخابات سنه 1900 قبل الاستغلال الممهده للاستغلال 1953 غالبيه الناس صوتوا في الانتخابات دي صوتوا للوحده مع مصر، عشان كده جه الزعيم الازهري من الحزب الوطني الاتحادي. ولكن ما حدث بعد ذاك للموازنات تم استغلال السودان من داخل البرلمان، لكن الشعب اختار الوحدة، وحدة وادي النيل، يعني وحدة بين الشعبين مش وحدة مع المستعمر، لا للمستعمر التركي وللإنجليزي، لأنه كان الوقت ذاك الناس ما عندهم ضغائن مع الشعب المصري ولا في صراعات ولا في مشاكل. المشاكل دي جات من أنه في الحقيقة الوحدة بتاعت وادي النيل دي ما دام جه خبرها لازم نشرح انا الداخل 3 دقائق بس اصبروا علي. ليه وحدة وادي النيل دي عند ناس كثيرين جدا سيئة؟ لأنه في الحقيقة موبوءة بجرثومة خطيرة جدا، ده قبل ما نجي نحلل ثاني وأوريكم إنه الحقيبة جاية من وين. كنمط شعري يعني وبالأدلة اللي عندي هسه. إنه وحدة وادي النيل دي موبوءة بجرثومة خطيرة جدا. بيقول فيها الزول اللي زاعي داك المتوتر داك وما بنغيم لكنه فعلا متوتر اسمه انور عكاشة، بيقول انه السودان ده اصلا حق مصر، اذا كانت مصر حقه الاتراك حقه المستعمر التركي يبقى فعلا مصر السودان حق مصر، لكن المستعمر التركي كان لما احتل السودان الاحتلال الاول 1921 ضم السودان الى البلد المحتل اولا وهي مصر، وبالتالي إذن في الحقيقة فعلا مصر والسودان بيقود في اسمهم دولة واحدة، لأنهم حاكم واحد هو السلطان التركي ابن محمد علي باشا الألباني في مصر. بالتالي هذا الشخص اللي اسمه أنور اللي ما بيعرف التاريخ
بيقول بانه السودان تبع مصر. في الحقيقه ده خطا تاريخي وبلاده من هذا الرجل، معليش اسمحوا لي اقول لك اقول له اقول له كده، انه بالتالي وحده وادي النيل انا قلت موبوءه بجرثومه العرش التركي، لانه العرش التركي عنده نسخه مش شعبيه، عنده نسخه براو بيقول انه السودان تحت التاج التاج الملكي، والملك طبعا اخر ملك في مصر اسمه فؤاد، فؤاد الاول، فؤاد ده ازاحه الانقلاب او ازاحته الحركه الثوريه اللي تسنمها محمد نجيب ثم جمال عبد الناصر، وازاحوه وطردوه وشالوا منهم التمكين وافتقدوا المستعمرين. ولذلك في الحقيقه الثوره المصريه بتحتفل باكتوبر 1952 استغلال مصر، شفت كاستغلال مصر من المستعمر التركي. يبقى وحده وادي النيل انا الساعه المره دي بدافع عن خليل فرح، وبدافع عن الناس اللي كانوا وحدويين، وبدافع عن وحده وادي النيل الشعبيه الاصيله الشعبين الرافضين للمستعمر التركي والمستعمر الانجليزي، وغروا بانهم عشان يتخلصوا من هذا المستعمر الذي يمتلك السلاح ويمتلك الدبلوماسيه ويمتلك العسكر ويمتلك الاقتصاد، وتمكن تمكين شديد جدا نحن ما بنقدر عليه برانا في مصر ولا بنقدر عليه برانا في السودان. لازم عشان نطرد المستعمر نتحد مع بعض ونعمل وحده وادي النيل. عشان كده خليل فرح كان متطرف للفهم ده، متطرف عديل، وكتب عزة في هواك، وعزة في هواك دي ما ممكن تتغنى للجيش المصري، لذلك سرور رفض يغنيها. في مقولة زي دي بحاول الناس يبرروها، يقول لك أصلا بيناتهم خلافات، لكن في اللحظة المحددة ما قدر، بالتالي بتلقاها مسجلة بصوت خليل فرح براو. في اللحظة الأخيرة اضطر في الاستوديو كان في القاهرة إنه خليل فرح ما لقى سرور، لا قالوا سرور كان موجود معاه في الغاير ومتفق معاه يجي الاستوديو، مشى خلاه ومشى الاسكندريه. فالتحليل الاعظم بانه سرور لانه سرور بيغني للجيش، والجيش ده معروف مكون من منه قيادته اتراك وانجليز، وجواه في مصريين برضه في الحقيقه هم تابعين للعرش التركي، وجواه سودانيين قلنا هم ابناء معظمهم زي عبد الفضيل الماز. عبد الفضيل الماز الماز ده ابوه ده اصلا جمع الجيش الفاتح، يعني من الناس شاركوا في الطرف الآخر في معركة كرري، شفت كيف ده عبد الفضيل الماز. بالتالي السرور بيغني للجيش ده في ليبيا، وبيغني له في أسن وفي اليونان، وبيغني له في مصوع وفي أسمرة. وسرور نفسه مشى لأنه بيعرف يسوق، الرجل العظيم الفنان العظيم اللي هو تالي الثلاثة من الأوائل، سرور والبرهان وهو ديل الثلاثة ديل أسي تاني بعد ذاك دكتور أنور، ما تنسى بأنه في مقطع تاني حنشغله بأنه الشعر قبل الحقيبة كانوا منه، وانتهى بهم المطاف وين، والغنى قبل الحقيبة كان شنو وانتهى بهم المطاف وين. وذات الزول ده بعدين حتسمعوا كلمة وقال في النص ده التسجيل الجاي حيجي لعبد الله الماحي برضه، قال بأنه وحصل ما حصل، فعلا حصل ما حصل. هو ذاته تاني ما غنى الشعر القديم اللي هو شعر شعوب السودان. اللي بيحصل هنا انا انتهيت من وحدة وادي النيل، وداير قبل ما نمشي للفنان العظيم الراحل عبد الله الماحي ابن البجراوية ابن فن ثقافة كابوشية، تلك المنطقة الغنية بالفنون والآداب والشعر والطنبور، حنجي له بعد شوية. لكن قبليها انتهي من حاجة مهمة جدا اللي هي المديح، لأنه في خلط شديد جدا جدا في الحتة دي، إنه في الحقيقة الخلط ده جاي من وين؟ لازم نشرحه. إنه أنا قلت الحقيبة وشرحته ما هاسرف في كثير، هنتقل لحتة جديدة في المديح ده ذاته جاي من وين المديح في السودان؟ هو جاي من نفس الجزر، عشان كده بلخبط الناس، القصة قاعدة تلخبط الناس. فاللي بيحصل بإنه المديح أصلاً في التاريخ ما كان في مديح بالدارية، ده ما في، ده كان ممنوع، وما كان في غنى اصلا بالدارجه، ده ممنوع اصلا، كانوا بيجلدوا الناس اللي بيغنوا بالدارجه، بيجلدوا الناس اللي بيغنوا الغنى بتاع الحقيبه ده بالدارجه بالدارجه بالدارجه، لان غنى لا يجري على اوزان العرب ولا يجري على نمط ونحو واعراب اللغه العربيه. يعني مثلا انت لما تقول يا بدور القلعه وجوهره،
طبعا ده اذا مشيت لزول في الجزيره العربيه ما بيفهموا ليه. اول شيء اللغه العربيه طبعا ما فيها ساكن في النص، كله ما ممكن تقول انا ذاهب الى النيل، ما في سكون، ما في اصلا، لازم تكون متحرك، لازم تقول انا ذاهب الى النيل. وفي بيدور القلعه وجوهره ده مش ساكن واحد في الحشو. اللغه العربيه ممكن الساكن تنتهي بساكن، لكن في الحشو كله ما فيها ساكن، كله لازم تكون متحركه دائما. يعني يا بيدور القلعه وجوهره، اول شيء بيدور دي ساكنين، شفت كيف؟ مفترض انها تكون يا بيدور القلعه وجوهرها، دي اللغه العربيه كده. لكن الزجل لا يلتزم اوزان العرب، ولا والزجل طبعا قلنا فن اندلسي، وفي الاندلس نفسها الزول اللي عمله اسمه، الزول اللي عمل الزجل واسس له قواعده اسمه ابن قزم. ابن قزم ده قال ممنوع الاعراب، لازم يكون ملحون. الشعر ده حلاوته في اللحن، ملحون دي بمعنى انه ما في انك تقوله على اوزان العرب ولا على اللغه العربيه، لازم تعمله بالدارجه، ده القانون بتاعه كده. وصف الدين الحلي، وده العمل الكتاب الشهير، جمع كل انواع الزجل في التاريخ، سمى كتابه العاطل الحالي. شوف العاطل يعني عاطل من الاعراب، عاطل من اوزان، العاطل من العاطل الحالي حلو، والمرخص الغالي. بيرخصوه الناس الامراء وناس العربي وناس طه حسين والجماعه ديل في الماضي، زيه، ما بقصد طه حسين تحديدا، بيرخصوه ولكنه غالي، المرخص الغالي، لانه هو الفنون السبعه الخارج الفنون العربيه الرسميه المعتمده، الفنون السبعه اجملها وارغاها هو الزجل، ومنه الحقيبه. عشان كده الحقيبه دي ليه الناس بتشرد فيه هدوم وموافاة، ده شنو دي؟ قصه عظيمه كيف وجميله كيف وباهره، كيف باهره، ابهار شديد جدا. لما تمشي مثلا قصيده ابو صلاح اللي قلتها قبل شوي بدور القلعه دي، شوف السجع ولزوم ما لا يلزم والاناغه في اللغه. لما تمشي يا مداعب الغصن الرطيب، لما تمشي كمان لود الرضي، حاجه جميله، ابداع يعني، يا غصين النغى، يا مهفهف، يا لدن، يا ام لدن، الى اخر القصيده الجميله، نسيم السحر، ده كله زجل طبعا. ست البيت قلنا ما زجل، والاسكل وحل في البكج بتاع الحقيبه ده اللي بيلخبط الناس انه القصه دي جايه من المديح، وانه في الحقيقه الكلام ده ما صحيح. المديح لانه انا قلت انا اسرح في المديح، المديح لانه في حاجه خطيره جدا ومهمه جدا حصلت، انه المديح برضه زي الشعر والغناء في تاريخ العربي، الناس الشعوب المتكلمه اللغه العربيه بالاصاله، كان دائما فصيح. بنعرف البرع الكبير، البرع الكبير بتاع البرده، وبنعرف الفارض والنفري، ما عقد الزنار حكما سوى يدي، وإن حل بالإغرار فهي حلتي، فإن نار بالتنزيل محراب مسجد، فما بار بالتوراة هيكل بيعتي. ده المديح كان كده، كان مديح يعني باللغة العربية الفصحى، لحد ما جزول في الأندلس المرة دي برضه اسمه أبو الحسن السشتري، اسمه كده، اسمه غريب، السشتري، أبو الحسن السشتري، ده أول من أسجل برضو في الأندلس، وده جاء بعد ابن غزمان، قام جار ابن غزمان عمل أنماط في المديح عشان يوصل المديح للناس، لأنه في الأندلس طبعا، الأندلس دي بلد مكونة من الأمازيغ والأفارقة وجنسيات مختلفة، كانوا بيتحدثوا اللغة العربية الدارية بتاعت الزجل، يعني الكلمات اللي بنشوفها في الحقيبة دي جاية من هناك، يا رشا، يا كحيل، يا الخد الزهري، أم قال، أم حال، فيك وأتاك، الكلمات كثيرة، كثيفة، قصر الرشيد الشايب، يعني قصر الرشيد ده، لأنه الوقت ده قصر الرشيد كان الزجل بدأ 1100 حاجة زي كده، 1150 كان القصر الرشيد الوقت ذاك موجود، وكان من أعظم القصور، ما أي قصر، بس بيتردد في الحقيبة، يعني الحقيبة ما قالوا قصر سنار ولا قصر مين، القصور العظيمة في الحديثة في مصر، الكلمات جاء من هناك، الكلمات المفتاحية جاء من هناك. كمان أعظم شيء كلمة يا إنسان، دي أكثر كلمة رقيقة ونبيلة وجميلة بتتردد في أغاني الحقيبة،
هذه الكلمة البسيطة يا أخي العزيز، يا شباب، يا أساتذة معانا، لن تلقى كلمة يا إنسان في الشعر العربي الفصيح، ولا الشعر السوداني، ولا أي نوع شعري عربي في تاريخ الشعر العربي غير الزجل. ليه؟ لأنه أصلا في الماضي ما كان البشر، ما واحد عشان ده يسموه إنسان، ما واحد، الناس مقسمة إلى أحرار وعبيد، والأحرار مقسمين إلى أشراف وناس عاديين، والعبيد مقسمين إلى عبيد منازل وعبيد خلا ومزارع. بالتالي ما بتقدر تنادي زول يا إنسان، ذات أصلا ما في، ما عدا الأندلس. الأندلس كانت بلد رغيقة جدا، وما كان فيها نمط بتاع عبودية، وكانوا متحررين جدا، وكانت غرناطة دي حاجة رقة، الناس بتتكلم بطريقة رغيقة، لدرجة إنه ما بيقولوا الساحل، ناس محناكيش بيقولوا السهيل للساحل. يعني الألف الممدودة ذاته عندهم حاجات جميلة زي دي موجودة في التراث بتاعهم ومحققة. وبعدين عندهم دارجة حقتهم براون، هي الدارجة اللي بتلقاها في الزجل عموما، مش الزجل الحقيبة بس، في جميع أنواع الزجل الموجود في مثلا المغرب العربي. امشي شوف الزجل الحوزي، النوع الحوزي ده زجل، والمألوف ده زجل، وده جاي منه المديح من السشتري. وبرضه ابن عربي أزجل، يعني كتب باللغة الدارجية على نمط الأزجال العملة مين؟ ابن غزمان مؤسس الزجل. ولكن هم جاروا المديح دون أن يجيبوا الكلمات المفتاحية، بالتالي المديح بيشبه الحقيبة من ناحية الجرس والموسيقى والبناء بتاع القصيدة صحيح، لكن يا أستاذ الكلمات المفتاحية ما بتلقاها، لأنه ما في حوجة لها هناك. يعني ما في يا غصين النغا يا مهفهف يا لدن يا ملدن، ما في كلام زي ده، ما في قصر الرشيد الشايد، لأنه أصلا التصوف ضد الغصور. ما في كلمات يعني زي يعني شنو يا رشا يا كحيل والخد الزهري، ما في هناك. في كلمات اخرى رقيقه وتجري على نمط المألوف اللي هو نوع من الزجل، اتاسس الوقت ذاك في الاندلس، ثم رحل الى المغرب العربي، ثم جانا في السودان وغزا كل المناطق. والمديح حق الطرق الصوفيه وهي عابره للدول وعابره للغارات. يعني عندنا في السودان الطريقه الشاذليه اصلا جايه من بره، والطريقه القادريه جايه من نوعين معروف، وعندنا الطريقه التيجانيه جايه من المغرب، وعندنا كده يعني، والتصوف كده يعني، لانه وعي كامل بينتقل. وعندنا طرق طبعا تاسست في السودان مبنيه على طرق، يعني برضو على الطرق الكبيره، مثلا الطريقه الانصاريه وراتب المهدي مبني على الطريقه السمانيه المبنيه على الطريقه القادريه. لذلك اشعار التصوف من ناحيه البنيه ممكن تكون تشبه الزجل الحقيبه، بالذات الزجل اللي قلنا غير زجل في الحقيبه، لان الحقيبه قلنا 3 اقسام، اللي هو القسم الاول زجل خالص، وده اللي غناه سرور، وده اللي اتعمل في الاسطوانات في الاساس، غيره قليل جدا او نادر او لا يوجد. وبعد ذاك تاني حاجه في النص، ماخده كومبينيشن في النص، اشعار عتيق. والزجل هناك الناس اللي ابدعوا فيه والاساسيين هم العبادي وخليل فرح وود الرضي طبعا وابو صلاح وسيد عبد العزيز والعمري وبطران. ديل الاساسيين جدا جدا اللي انتجوا انتاج زجلي باهر جدا، لكن انتجوا فنون اخرى برضه. وقلنا العبادي اللي هو اصلا عراب الحقيبه انتج 4 5 زجليات بس، وتاني انتج دوبيت كثيف جدا احنا ما قاعدين نسمعه كثير، وانتج المسرحيه بتاعت طه وريه ودكين، وانتج مثلا عنده قصيده اسمها يا رجال الهمه، ده برضه ما زجل، بتلقى الاجواء مختلفه باللغه السودانيه قحه، ده ما زجل، عشان كده ما اتغنت كثير، وما في زول شغال بيها الوكيد داك. انت ما تنسى المراحل التاريخيه، انه الزجل انتهت المرحله بتاعته سنه 1945، بعدها الناس بدات ومعظمهم ما عارفين الخطه. الخطه بانه لازم يكون هنالك نمط زجلي، ده ابداع سوداني، لكن في الحقيقه الخطه الناس اللي عارفينها، نحن في البحث قلنا العارفين بالضبط المصدر الابداعي والخطه المتكامله هم العبادي في المقام الاول ورقم واحد، وثم بعده خليل فرح عارف المصدر الابداعي دون ينتبه للخطه، لانه قلنا هو اصلا تابع وحده وادي النيل الشعبيه الاصيله شرحناها قبل شويه. ثم لقدام سيد عبد العزيز عرف، سوري ابو صلاح، ابو صلاح ده طبعا فنان شاعر عظيم جدا ومنتج ابداع كثير جدا جدا، ولكن ايضا عمل اسجال رفيعه المقام قبل شويه قلناها، وانا معجب بها جدا، زي بدور القلعه وجوهره، ده زجل حقيقي. وبعد ذاك الزول الثاني اللي عرف، ديل عرفوا لاحقا، اللي عرف انه هو ثاني سيد عبد العزيز. ديل الناس اللي كانوا بيعرفوا السرور طبعا مؤكد جدا، لانه سرور اصلا هو كان قلنا بيغني للجيش الانجليزي، وده ما عيب، وكل الناس كانوا شغالين مع الانجليز
أهلنا شغالين في المؤسسات، الناس بالذات اللي اتخرجوا من الجامعات، من الجامعات الإنجليزية والمدارس الإنجليزية، والناس الموجودين في المدن. حتى كمان إذا سرور كان بيغني للجيش، الزول اللي اسمه عبد الله الماحي اللي لسه حنسمع ليه برضه مقطع، ده هو ده أصلا سواق لمفتش إنجليزي برضه. أبو صلاح قرأ في المدرسة الأمريكية اللي قدام بقت وادي سيدنا. العباد الزول دخلوا المدرسة هو سلاطين باشا، لأنه أصلا أهله عندهم علاقة بأنهم هربوا سلاطين باشا قبل ده، عندهم علاقة بيه، هو اللي تشفع له عشان يدخل المدرسة. اكتشف بأنه ده ولد ذكي ونابغة فعلا، هو نابغة فعلا. أنا بفتكر أنه العبادي من أنبغ وأذكى من أنجبت المرأة السودانية حقيقة، يعني نابغة، نابغة بالمعنى الحقيقي للكلمة. وأنا بدعي أن نحن ما عرفناه كويس وما عرفنا شعره كويس، لأنه النمط ذاته ما كنا عارفينه. طيب قبل ما نمشي لعبد الله الماحي تاني وغيره، يعني برضو ديل مش الشغالين بس، خليل فرح أفندي كان شغال برضو في المؤسسات الإنجليزية، وسيد عبد العزيز شغال في الأشغال، وداك شغال كلهم كلهم، والدرضي شغال مع ديمتري البازار في المكتبة، وهكذا. يعني ده كله موجود، ده كله موجود، لكن احنا ما بنعايل له، وبنعايل للقصص الجميلة اللذيذة الما مضرة لكنها الوهمية بتاعت الحقيقة اللي بيقول أنا ما عارف، أنا أصلاً ما داري أعرفها لأنه عارفها وهمية يا أستاذ. دي قصص وهمية يعني في الحقيقة، لأنها هي غطت على الحقيقة، غطت على الواقع الحقيقي. عشان كده بقول لك الحقيقة الشعر مجارة أصلاً، يعني ما تكتب ذاته في نساء واحدة دفقت الموية كده يقول لك في المسالمة، لي في المسالمة غزال واحدة ما عارف كده، ده كله دي قصص ما حصلت. ده الحقيقة، ده الشعر الزجلي منه، نوع الزجلي منه. ده شعر مجارة بتكتب في غرف مغلقة ثم بغنوه سرور مباشرة وسرور فقط، حتى بعد ذاك دو ناس آخرين ما عارفين القصة لكن محتاجين له، زي الشاب القبيل الرجل الراحل العظيم من كابوشية العظيم البجراوية عبد الله الماحي، حنسمع عليه مقطع تاني وسمعنا عليه مقطع، وكيف انه مشى مع الخواجة ووقع عقد وغيره وما كان عايز ذاته، معناته ما عنده وعي بالقصة ذاته كلها، لكن هو رجل مبدع حقيقي. فتلك هي القضية. يبقى نحن بنقول في شنو، انه المديح في الحقيقه خلاص انتهينا من القصه دي، عشان الخلطه بتاعت قصتين الحقيقه جايه من مديح وجايه من الخلاوي العظيمه وجايه من القران العظيم الكتاب الكريم. الكلامنا ما صحيح، لانه الخلاوي ده اصلا قاعده في السودان لا 700 سنه ما انتجت اي نمط زجلي، شفت كيف؟ اما زي ست البيت وكده ايوه بتشبه المديح وكده وغيره، والكلمات المفتاحيه ممكن تلقاها في المديح، وده ما زجل قلنا، وانتج الرجل برضه انتج زجل الغزير والدرده طبعا. دي قصة معروفة، ست البيت تتحدث بلغة دارية، مرت الجميلة الراغية، ما قال يا إنسان، ما قال خد الزهري، ما قال رشا كحيل في البتاع، ما قال غصر الرشيد الشايد، ما قال محايد، ما قال تيك واتاكا، ما قال الكلام اللي قاله في القصايد الثانية الزجلية. دي القصة عشان نفرز القصة دي من القصة دي. ثم إنه بعد ذاك شعر الحقيبة في زمن محدد وانتهى، لأن الناس الأصلا كانوا عارفين الخطة ودارين ينتجوا ليناسب الواقع واللحظة السياسية والتاريخية والطبقات الجديدة، ديل وقفوا لأنه عرفوا الإنجليز وقفوا تمويل الحاجة دي، وتاني ما في اسطوانات إلا تعملها برك. ناس يقول لك يا أخي ديمتري البازار عمل الاسطوانات لأنه تاجر، الكلام ده غلط يا أستاذ، لأنه أصلا لو تاجر كان يعمل الغنى الحقيقي بتاع شعوب السودان كان الأعمى هي شايل المكسر، يعني اعمل لهم مثلا اغاني الدوبيت والحماسه والمناحه والكنداكه وداب السار والقصص زي كده، ده كان يعني انتج انتاج، ده كان بقى ملياردير، لكن لا، وانتج نوع شعر الناس ذاته اصلا ما بيفهموه، لكن لانه ما في طريقه غير كده، دايرين يعملوا شعر وطني، شعر ما شعر القبائل، وشعر في نفس اللحظه يكون محاير عن السياسه، يبقى الشعر ده لازم يكون في الغزل وفي الطبيعه وبعض المدح والمديح، يعني غير ما فيه سيف ولا فيه كلام زي ده، ولا فيه حكم وكلام كتير زي ده. شفت كيف؟ شعر لذيذ رومانسي جرس موسيقى عظيم جدا، لكن القصيدة من البداية للنهاية ما بتطلع منها بأي شيء، بتطلع بس سعيد، وده المطلوب. يعني قصيدة جميلة زي بالاعتلاق مخدرات، حاجة بديعة جدا، عشان كده أنا بسمع حقيبة كل يوم، لذيذة جدا وفن رفيع المقام، وأصلا الزجل زي ما قلت من أجمل وأرفع الفنون، لأنه فيه جرس وموسيقى عالية وكلمات منتقاة بعناية، وفيه سجع وأرغام، الأرغام اللي بيقول لك بيقولها والدراضي ده في مثلا في القصيدة بتاعته تحرموني ولا تحرموني، ده طبعا نمشي شوف في الحوزي كمية زجل الحوزي وكده، وهو مبدع
ورفيع المغام طبعا، ونحن قلنا هسي بعد انتهينا من دي في الختام انا حنسمع ايوه قبل ما امشي اديكم نماذج من انه الزجل يعني بتاع الحقيبه بيشبه الزجل ده كيف يعني، وليه نحن قلنا نمط من النمط يعني من النمط الزجلي ليه. لكن قبليها دايرين نسمع تاني عبد الله الماحي بيحكي عن الشعراء ما قبل الحقيبه اللي هو ذكروا من ورقه وكيف هم اختفوا من التاريخ عشان يفسحوا المجال للنمط ده عبر خطه محدده وهم ما عندهم وعي بها وهم اختفوا من التاريخ. الناس ديل ما الى الابد موجودين لكن اختفوا من الاذاعه والتلفزيون ومن كل شيء، ما موجودين اللي تغني لهم شعوب السودان ما في الصحافه والاذاعه والتلفزيون، ما في احتفاء بهم، ما في زول بيغني لهم. الغنى تحول الى شكل جديد، عشان كده الراجل عبد الله ما حيجي يقول بعدين كان بيغني لديل بعد داك بقى بغني لابنه، هتشوفوا بعد داك قال بغني للعبادي وبتران وود الرضي. شغل لنا لو سمحت دكتور انور وشكرا لك المقطع بتاع الشاعر الحقيبه فنان الحقيبه عبد الله الماحي. خليه هنشغل من البدايه مش كده؟ شغل من البدايه لحد الدقيقه 5:33 ثانيه تقريبا. تمام. دقيقه 5:33 ثانيه. ممتاز. ايوه. كثير بنحييه من هذا المنبر. استضاف فنان الحقيبة المعروف عبد الله الماحي بحضور ومشاركة الفنانين الكبيرين مبارك حسن بركات وبادي محمد الطيب، وأيضا كان من ضيوف البرنامج السيد محجوب عثمان والسيد السير عبد الباقي، وديل كانوا من منطقة البجراوية، وكان ذلك في العام 1991. الإخراج كان للزميل الراحل المخرج أسامة الجوخ، وكانت الحلقة بمناسبة تكريم الدولة للفنان فنان الحقيبة المعروف عبد الله الماحي. نشاهد جزء من هذا البرنامج. يا مالك كل ما تتهاني لمالك دمعي تبطى وكفن همالك إنا بعد صيف الخريف مدى مداري أومي رداري عجم هذا البلد الوطيف. هذه السحرة الخاصة مع انتشار العلوم والمعارف ازداد الوعي بالحركة الفنية في السودان، فأصبحت الهيئات الخاصة والعامة والأكاديميات والأوساط الثقافية والأدبية أصبحت تكرم الفن وأهل الفن، وأصبحت عادة تكريم الجيل السابق ديدا الجيل الحاضر من الشباب. هذه السهرة تعنى بهذا الجانب، ونحن بصدد توثيق حياة الفنان الكبير فنان السودان عبد الله الماحي. ويسر التلفزيون السوداني بهذه المناسبة أن يستضيف الفنان عبد الله الماحي ويشاركنا الفنان الكبير مبارك حسن بركات، الفنان بادي محمد الطيب، ومن منطقة الجراوية السيد محجوب عثمان والسيد السير عبد الباقي. الأستاذ عبد الله الماحي، أهلا وسهلا بك في التلفزيون السوداني وتفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وبعد لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان لأسرة التلفزيون موظفين وعاملين
على إتاحتهم لي هذه الفرصة العظيمة لأتحدث ببعض ما أعلمه عن تاريخ الفن الذي لم يكن يعرف عنه الجيل الجديد. ولو تكلمت عن جميع ما حصل لي في تلك الفترة الماضية من مشاهدات وحوادث تحتاج لحلقات عديدة، ولكني أختصر ما أمكن عن تاريخ الفن والشعر من شعراء منطقة كروشية والمتمة والبادية والحضر. ولا بد لي أن أذكر أسماء بعضهم، أمثال الشاعر الحسن السالم ومحمد غرشي ومحمد عبد الله والدلهيد وإبراهيم الطاش والداسوقي والجميع من تلك المنطقة، والمأخذين منهم ويتغنون بأشعارهم في الحفلات هم محمد الفتي بابكر وأحمد بعشوم وصالح كمبال وأحمد الخديوي. وسليمان عثمان اللومنجي، عثمان العوض البشير والصالح، وأتغنى بها ويتغنى بها شخصية ضعيف، وهذا الغنى يغنى في الحفلات بالتصفيق والتنبور بالحليب. فإذا أردت سماع بعض السماع للحاضرين لا بد من طلب هذا الشريط وهو مسجل عندكم في الإذاعة ليعرفوا المبتدأ في الفن القديم. جميل جميل جدا. شكرا لك دكتور أنور. ده كان الفنان والملحن العظيم الراحل عبد الله الماحي، وهو كان ثالث ثلاثة سرور والبرهان في زمانه، وهو ومن أوائل الناس اللي سجلوا الأسطوانات وسجل الزجل. أسح في اللمحة دي وحكى عن شعراء السافل الجاراهم العبادي وديل الأقدم من الحقيبة، وحكى عن الطنبور. السافل دي مقصود بها الشمال مش كده؟ مقصود بها الشمال لأن ذاك العلوي من النيل، يعني النيل بيجي نعم، لأنه في ناس من الصعيد، من الصعيد للسافل بالضبط، لأنه في ناس الشاعر تقريبا الفنان اسمه ود السافل، واحد مرة بتذكر بيقول لي يا أخي زور مسمي نفسه ود السافل، يا أخي شنو ذا؟ قلت لك السافل معناه الشمال وليس معلش دزول ما فهم الكلمة، نحن نعذره. السافل معناته الأرض المنخفضة، وبالتالي النيل طبعا بيجري من الجنوب للشمال لانه الجنوب اعلى دائما، دائما الانهار كده. فلذلك اهلنا زمان بيقول لك ماشي الصعيد، ماشي الصعيد ده معناته انت ماشي وين؟ حتتين والصعيد، النيل الابيض والجزيره، لانه الاثنين عليات. الجزيره بيجي من اتجاه سنار بيجي النيل الازرق، بالتالي ده الاعلى، والنيل والنهر ونهر النيل اللي هو بيجي من المناطق بتاعت الجنوب، يبقى الجنوب هو المناطق الصعيد العليا، من صعبة صعيد المناطق العليا. بالتالي ده الشعراء السافل، وهنا بيقصدوا بهم تحديدا هم شعراء كبوشية والبجراوية والتماشي لغاية مناطق الشايقية تحديدا كده. والشعراء ده في الحتة دي غنية غنية، عندها تراث ضخم طبعا، ومنها والضحوية طبعا. طبعا شغل رهيب يعني، شعراء متلتلين يعني. انا ما عارف انه دي حقته ولا حقه الحردلو بتاع شوف الصغير بجناح وكفه الفره والليل مخدود مرقت بره. بعدين الشعر القديم ما فيه وصف شعر ما قبل الحقيبه وما بعد، قبل الحقيبه وما ما بعد الحقيبه، شويه فيما بعد الحقيبه، لانه الشعر تاثر، الشعر الغنائي ما بعد الحقيبه تاثر بالحقيبه شويه، لكن مختلف برضو عن الحقيبة لأنها وصفية. والشعر اللي جا بعديها سردي ومعنوي، مدن عينيك ما عارف، وأغاني مصطفى سيد أحمد، أغاني بوردي جاي من الحلنقي، وجاية طبعا من برضو شاعر السافل الحديث اللي هو حسن إسماعيل حسن،
وبزرع ليتر والشعراء يعني متلتلين وفنانين، طبعا احمد المصطفى والكاشف برضو ما غنى حقيبه، غنى الشعر الوصفي، وعبد الرحمن او عبيد عبد الرحمن قال انا عملتها للكاشف خصيصا شعر ما زي الحقيبه، عملت لي شعر ثاني ما قال لنا ليه، لكن قال موجوده في التلفزيون نسيت اجيب لكم المقطع، قال هو الكاشف تحديدا عمل لي نقله انه عمل لي شعر ما زي ده مختلف، داك وقف خلاص ما في زول بيغني، ما في زول بينتجه، احنا بنغني كصدى بس، لكن ما في زول لسه بينتج قاعد ولا في زمن، وزاد زمن الحقيبه نفسها، الحقيبه دي جماعه محدده مكونه من 15 16 شاعر، يعني انت ما بتكون حايم في فيافي كردفان والنيل الابيض وبتكتب حقيبه، ما في شاعر حقيبه في النيل الابيض، ما في شاعر حقيبه حايم في منطقه البيه، ما في شاعر حقيبه حايم في منطقه كردفان الا عبد الله عبد الامي الرحمن مشى هناك اشتغل ولا كده، لكن الا تكون مرتبط بالجماعه نفسها، لانه ده شعر معمول بطريقه محدده عنده ليواكب توجه. المرحله التاريخيه، عنده توجه محدد ليواكب المرحله التاريخيه. شفت كيف الناس اللي بيعملوا ادانات مجانيه والمتوترين والمهجسين والناس بتاعين المدينه ضد شعوب السودان وضد ارث السودان بلا وعي منهم، ما بندينهم لانه ما شايفين ارث شعوب السودان، بيحتغروه لانه اصلا الاحتغار ده ورثناه من الانجليز وتواصل، بنحتغر ارثنا الابعد من الحقيبه برضه، ارثنا الهنا المدنيه جزء مننا، الناس المتوترين لازم يفهموا كويس عشان يقدروا يحترموا نفسهم، قلنا نحترم التنوع بتاعنا في الحلقه اللي فاتت لما تحدثنا عن التنوع، لازم نحترم التنوع بتاعنا ونحترم شعوب السودان، ودي ما قبائل دي شعوب وارثها مهم جدا، مفترض البنات الجميلات الراقيات اللابسات فناستين جميله وبناطلين جميله في جامعه خرطوم وفي الجامعات كلها وفي المعاهد العليا وفي الشركات وفي المصانع يقولوا دوبيت ويرددوا دوبيت، فيه معاني رهيبه جدا ومسدار، ويشوفوا الاغاني والجميله جدا بتاعت رغية وشغب المراغمابيه وبتمسمس، دي البنات شعر الحقيبه ده شعر ذكوري ممتاز جدا، لانه اصلا الزي الذكوري في التاريخ كله ما بيكتبوا النسوان الا ما ندر، لانه شعر اصلا مركز الوصف بتاع المراه، كيف يعني اشياء جميله، تحدثوا عن الصدر والعيون، تركيز رهيب على العيون، عيون كلام كتير عن العيون، والقصايد هسه بعد شوي حنديكم مثال ليها، بيتحدثوا عن الرجول الجميله وعن الكفى الحاجات الرهيبه، يعني بالتالي هو شعر ذكوري بالكامل، وجميع الناس اللي انتجوه رجال وجميع الناس اللي غنوه في زمانه رجال على وجه الاطلاق، لكن لما تمشي ابعد بتلقى كل الشعر معظم الشعر انتجه النساء من شغب المراغمابيه في العهد السناري وبتمسمس في العهد التركي بنونا وبنونا في العهد التركي، وطبعا بنونا، وطبعا بعد ذاك رغية في العهد الانجليزي في العهد في الزمن المهدية وفي العهد الانجليزي، ودي اللي انتجت بتريد اللطام، وفي انتاج كثيف جدا كان ذاك، القصيده الرهيبه الجميله انا بحبها جدا سيدي كان ذاك المكتوبه في الشيخ حسب الرسول، يعني في انتاج عظيم وعجيب، لكن دائما فيه السيف وفيه الفولكلور وفيه الفاظ قويه ما تخافوا منها، ده ادبكم، ده انتاج شعوب السودان، تاخذ مسافه منه تنظر له كفولكلور زي قطع الرحب، ده فولكلور عظيم بتاع شعوب السودان وفيه معاني كبيره، وده تراثنا الحقيقي الابعد. الحقيبه دي حديثه جدا طبعا، وبالمناسبه الحقيبه دي ما بقت تراث، لانه حسب ذاته القانون السوداني انه الشعر او الغناء او الادب ايا كان ما بيبقى تراث الا لما يتم 50 سنه، الزول يموت ويتم 50 سنه، هنا عندنا في هولندا 75 سنة. العبادي ما مات له 50 سنة، توفى سنة 81 ده ما تم 50 سنة، ده ما تراث. داسم وأبناء وأسرته مفترض يشتكوا الناس اللي بيغنوا ديل. كذلك سيد عبد العزيز، وكذلك كمية من الشعراء الحقيبة والماحدة برضه مات قريب. الفنانين نفسهم خليهم الشعراء، كمية من الشعراء ما تموا ال 50 سنة، يبقى ده نفسه ذاته ما تراث، ده حق الأسر دي ذاتها. الناس اللي بيغنوا ده المفترض يشيلوهم منهم قروشه ويدخلوهم السجن بدون اذن، طبعا انا لا ادعو لذلك، وانا بقول نكته، وانا بحب الحقيبه جدا وبحب اصدقائي اللي بيحبوا الحقيبه وبفتكرهم مرات سكارى، لذلك ما بناقشه، انا بقول لهم الحقائق لانه انا كباحث
انا زي دكتور جبت لي مريض، بيقوم يعني بيقوم بيعمل لي العملية وفي دم، لكن لازم العملية ضرورية. وبعدين الزول ده كمان اذا العملية نجحت ويكون بغسل يديني في الماسورة، الدكتور بغسل يديني وبطلع للناس برا بقول لهم الحمد لله، او بقول لهم كمان يا جماعة والله البركة فيكم. يعني انا محايد، يعني عندي مشاعر تجاه العمل اللي بعمل، البحث اللي بعمل فيه، ولا حيفشل طبعا اذا دخلت المشاعر في البحث. بالتالي وبعد ذاك بمشي اعمل عملية تانية. يعني انا القصة دي لا تعنيني الا انه انا داير اعمل شغلي بس، ده اللي بعمله. وبعد ذاك في ناس تانية ممكن ينتقدوا الشغل ده ويقولوا الدكتور ده شغله ما كويس، لكن دي المفترض متخصصين. يعني ما السكارى، السكارى ديل والناس اللي بيقطعوا في هدومهم يا للروعه ويا للجرس الموسيقي، ده ما بيدوق باحساسهم وبرددوا القصص اللذيذه لانه قصص لذيذه، لكن هم ما امتحنوها وما شافوها وما حققوها وما عينوا لها من كم يمه، وشافوا القاله منو قال لي وفيها مناسبه وعشان شنو. قصص الحقيبه ما مضره، قصص لذيذه جدا لكن معظمها زايف طبعا، قلنا المره اللي قبل ديك. ولكن الحقيبه نفسها انتاج سوداني انتجوا نوابق عظيمين جدا، قلنا اسماء جبيل زي ود الرضي طبعا عظيم، نابغه نابغه طبعا، وخليل فرح ده مدهش طبعا، مدهش خالص في الزي للعمل والاشعار الاخرى. وطبعا العبادي حاجه عجيبه جدا طبعا، عجيبه انتج انتاج كثير جدا نحن ما شايفينه، لانه بيشرط هدومنا بس في الزجل. العبادي نفسه ما مغرم بزجله، ما بيمشي، ما بقعد يقولوا لنا في التلفزيون والاذاعه، بيقول لنا مجاراته لشعراء السافل، ما بقول لنا مجاراته لشعراء الزجل الاندلسي. شفت كيف؟ وخليل فرح اصلا كان مغرم بالموشحات الاندلسيه بالزجل الاندلسي، علي المك قال ذلك، لانه في ناس كثيرين بيفترضوا ان الناس دي عرفوا البتاع ده كيف. ليه يا استاذ؟ اصلا الزجل ده معروف عبر التاريخ، عمره 1000 سنه معروف، وبعدين جات كليه الغردون وجوا لبنانيين وسوريين وشوام، اصلا شغلهم اساسا زجل. ثم العباد ذاته جذوره مصريه، واصلا عندهم زجل الاسره نفسها قبل الانجليز ما يجوا. فبالتالي الزجل معروف يعني، لكن ما كان معروف، ما كان بينتج في السودان. تم انتاجه في اللحظه التاريخيه دي ليواكب العصر الجديد والجاليات الجاد جديده والاحداث الجاد جديده والوعي المدني الجديد والمدارس الحديثه اللي تاففت من ما هو الفافنوس، ما هو الغليظ البوصه حي على سيفه اللي بيحد الروس، وتاففت من الدوبيت وتاففت، لانه بيتحدث عن القبيله وبيتحدث عن العشيره وبيتحدث عن رموز ما قرت في الكليات الحديثه وما متمدنين، لكنه الناس عظام شدوا له وركب فوق مهرك الجماح، نزل جابوا عربات وبعد ذلك جاب طيارات، بيخجلوا من ده. غلط طبعا، قلنا ده في الكلور لازم تاخذ منه مسافه وتعايل له وتستمتع به. انا كل يوم بشغل يا داب السار وبشغل الكان داكا، اسي بعد شويه هشغلها، شوفوها جميله كيف، بعدين اسمعوا عليكم الله. القصيده المكتوبه في الشيخ حسب الرسول هي قصيده في الحقيقه بتبدو مدحه، لكنها لا، هي شعر بتاع مناح مره بتتحدث عنه، يعني كيف هو كيف عظيم ونار وتوقد للفجر وما عارف ابقدح ان يخر. يعني شعر عنده معاني، عنده معاني وعنده قيم وعنده هدف. دائما اشعار شعوب السودان عندها هدف. بعدين شعر المدينه هدفه الترفيه اصلا، وبيتباع بالقروش شعر المدينه، لانه ساعه الناس بتدخل الحفلات قاعه الصداقه بتلقى فلان الفلانيه الفنان ولا الفنانه بتغني في اغاني تراثيه، اصلا اغاني الحرب كانت واغاني داب السار قلناها قبل شويه دي بتاع الدولو ريكي بتمسح جزائر الكرد، ده كل بيبلع شبه شبه لخصيمه جد ليا، دي اغاني مناحه وحماسه بتتحول الى بيزنس قاعه الصداقه، الناس تقطع قروش تدخل، دي كانت اغاني الحرب جدا. ايوه، وشعر الحقيبه اصلا لانه شعر المدينه ما في حرب ما في كده، شعر وظيفته الترفيه لعمال المدن، بعد ما يشتغلوا بتاع بيقعدوا في القهوه او بيقعدوا في القعده، يقوموا يجيبوا العود ويرفهوا، لانه ما في المدينه اقتصاد حديث وحاجاتها محتاجه لفن حديث، ده اللي انتج الحقيبه طبعا. ولانه قلنا شنو، انه العهد محتاج ليه، وانه الشعر ذاك شعر مضاد للوجود الاجنبي في زمانه في السودان، شعر شعوب السودان دي القصه. لكن الوجود الانجليزي هو الانتج المدنيه اللي بقت جزء مننا وجزء من مخيالنا، البنطلون والاكل الحديث اللي بناكله ده كله جاي من بره، اللي بناكله في المدينه ده، والقمح ده ما كان ما في رغيف، بس في كسره ولقمه وفي ملاحات سودانيه، لسه الملاحات الاجنبيه دي ما جات. خلي البيتزا والهوت دوج جابوا عمر البشير، معلش انا بهزر مرات مضطر نهزر يعني شويه.
احنا ما بنغير دي خليها دي حديثه جدا. ايوه اديك العافيه يا استاذ محمد جوال الدين. ايوه طيب. لسه ما انتهينا. ايوه نعم. انا حق انتهي سريع، انا شكلي يعني الليله طولتها. لا لا جميل في جدا في حاجه سهره خميس. ثانكيو جدا. في حاجه مهمه جدا اللي حاختم بها، يبقى كيف الشعر الزجلي من الحقيبه، النوع الزجلي من الحقيبه بيشبه كيف، وكيف نحن صنفناه كنمط زجلي، جبنا الكلام ده من وين؟ طبعا قلنا عملنا معايير واشتغلنا سنين في الموضوع ده، لكن البحث ذاته ككور مدته كانت عده شهور، بعد ذاك صفينا، لكن شغال في الحاجه دي خمسة أربعة سنين. يعني انا عشان اعرف بس اخذت سنتين بدرس في الزجل وتاريخه، عشان بعد ذاك اجي اشوف لما لقيت نماذج مشابهه لازم اعمل دراسه كامله سنتين. بس ده شغلي، بشتغل في اليوم 23 ساعه تقريبا، بنوم ساعه واحده مرات، عييت ودخلت المستشفى مرتين. اصحابي اللي هنا اللي معي بيعرفوني انا كنت شغال في القصه. يعني قصه ما سهله، قصه صعبه جدا جدا، لكن طبعا نحن دايرين ننهض ببلدنا، ودايرين نعرف، ودايرين نعلم تراثنا ونعلم حاجاتنا ونعرف العلم الحق. انت لن تصنع حضاره على أسس زائفة، لا تستطيع، ولن تستطيع أن تخضع الآخرين بالزيف وبحاجة تذاتك ما عارفة شنو. يعني واحدة من العيوب بتاعتنا الحقيبة بتاعتنا دي أجمل نمط زجل اللي ممكن يكون في تاريخ الزجل، لكن الناس المتحدثين اللغة العربية بالآخرين وبالأصالة والبعرفوا أنواع الزجل وقاعدين يشعروها ويغنوها، نحن ما قلنا لهم عندنا زجل، قلنا لهم عندنا حقيبة وحقتنا برانا بس كده، بس عملوها ناس محددين حقيننا، كله ما عنده علاقه باي شيء. يبقى ما ورينا لهم. نحن لو قلنا ده زجل بنفاخر به، والزجل بالمناسبه قاعد عنده منافسات زي الحقيبه اللي عندها منافسات وعندها دورات، ولكن احنا برا منها لانه ما عارفين ده شنو ذاته للاسف. يعني الا هسه احنا عرفنا، انا شخصيا عرفته، والدائر يعرف معايا يقرا البحث ويسمع الكلام ده ويتحقق منه، وانا جاهز لاي سؤال. نرجع للموضوع، الموضوع إنه الحقيبة نفسها فيها كلمات، شوف ده شعر شعبي أصلاً أنتج قبل 100 سنة، لكن لغاية الساعة الكلمات الناس ما عارفينها، كلنا ما عارفينها إلا زول يمشي يبحث ويفتش. يعني زول صفوة، يعني ده اهتمامه، ده شغله أصلاً يعني، أو بيأكل منه عيش أو ده شغله يعني فام، يعني مغرم عاشق سكران، حتى بعد ذاك يعرف يعني شنو يبيح، ويعرف غصين يعني شنو، يعني غصين النغدي شنو. أصلاً لم ترد إلا في الزجل الأندلسي. وفي الأندلس مختلفين فيها، أنا لقيت لما مشيت عشان أعرفها لقيت أنه في اللغة العربية مختلفين فيها، في الأندلس زادة مختلفين فيها، لكن والضرر يابة وغيره يابة، يعني بس في الزجل، وطبعا واردة في الزجل طبعا كثير جدا جدا. أبيح أغنية مثلا الحقيبة الأولى الأنتجة الشاعر النابغ العبادي، ببكي وبنوح وبصيح، ببكي وبنوح وبصيح ليش شوفتن بتريح، فرع النغى، تاني شفت القصه دي من جديد، فرع النغى المميح منه المسك بفيح، وقتين صباح ويبيح بلبل قلوبنا يصيح. شفت الروعه، ده الزجل كده. ده طبعا نفس الكلمات دي بترد في الزجل في حتات مختلفه، وهو انتج وابدع. مثلا جيتك من الحرمان اصيح، جيتك وانا كل جروح، جيتك انا قصدي ابيح، نفسها هنا مرتين واردة هناك، أبيح يعني شنو، يعني أبوح، وإبيح بمعنى يظهر. إحنا مرات نرددها بدون ما نعرف القصة. طيب هل الأشعار بترد خواطر؟ قلنا قبيل إنه الناس يعني الشعر ده ما بيقولوا لك داك في طناص وكده، قلنا لا ده ما في. قلنا قبيل ما تنسوا إنه الطناص ده ما بيلتزم كل الشروط، زي قلنا قبيل كالعيس في البيداء، الماء يقتلها الظمأ والماء على ظهرها محمول، يعني الجمال. هنا شاعرنا السوداني بيقول قبيل القصيدة اللي قلناها إنه زي إبل الرحيل شايل السقا وعطشانة. النمط الشعري دوبه لا، الكلمات المفتاحية ما في، كله دي كلمات سودانية قحة، بالتالي ده طناص. لكن لما يكون نفس الفكرة ونفس الكلمات المفتاحية بتبقى دي مجارة، والزجل هو فن المجارة. بعدين كلمة زجل نفسها، هذه الكلمة لا توجد في تاريخ السودان، لا في منهج دراسي
ولا وردت في قصيدة قديمة ولم ترد في قصيدة حديثة، كله في تاريخ السودان كلمة زجل، لكنها وردت في الحقيبة بس. وبعد ده كل الوقت ما كان في زول عارف شنو، حتى بعض الشعراء الخدتوها في قصائدهم ما بيعرفوها. أنا تحققت من ذلك، يعني من القراءات القريبة، الناس اللي بيعرفوها محددين هم العارفين المصدر. أنا سأقول لكم زجل دي وردت وين. العبادي قال أنشي شعري وزجلي وموالي في سناء قليل يا جميل. أنشي شنو؟ شعري وزجلي وموالي. انت عارف انا ديورين البحث وديت زول جامعه خرطوم، وديت زول دار الوثائق، ناس اشتغلوا معي البحث، ما اشتغلت براي، شكرا لهم، بنات وبنين مشوا لعميد الاداب في جامعه خرطوم، وهو طبعا احنا ما بندينه، لكن هو ما كان عارف زجل شنو. قال لهم الزجل لا اصله لبناني، يعني اصلا انتاج لبناني، في حين الزجل طبعا معروف في معناه الاصطلاح اصلا انتاجه الاندلسيين، ودي اي زول يعني شافع دارس عارفه ومعروف نمطه وقواعده وكل حاجة. وهو شعر للغناء، وهو شعر دارجي، وكان الزنك بتاع الأندلس الوقت ذاك. في البداية كانوا بيجلدوا الناس اللي بيعملوه، لأنه بيكسر اللغة العربية، بيجلدوهم عديل، كانوا الأمراء والناس المتزمتين يعني. لحد زي الكشاف بتاعت الزنك والكتمات والحياة زي تماما مع قانون النظام العام. تماما كان كده بالضبط، كان ببشاعة كمان. لكن بعد ذاك الزجل انتصر، لأنه أنتج أنماط جميلة ورائعة بموسيقى وبجرس، وبعد ذاك تبنوه الأمر ذاتهم، ثم رحل إلى الشرق، بقى الشرق كله بيزجل في العهد المملوكي. عشان كده الحقيبة نحن قلنا شنو هي، هي زجل العهد المملوكي، هي مجاراة لزجل العهد المملوكي، وتحديدا من الجمع العمل صفي الدين الحلي في كتاب العاطل الحالي والمرخص الغالي، وفي كتاب ابن حج الحموي بلوغ الأمل في فن الزجل، ودي كانت موجودة في السودان. الكتب دي، الكتابات دي والكتب دي، ودي كان كافيات جمع للمادة، والقين إنه أول قصيدة تمت مجاراة من الشعر العارفين هي يا حلو الشمائل لابن مغاتل الشامي. فهدا عاش في العهد المملوكي، وبعد ذلك تمت مجاراة لأشعار صفي الدين الحلي نفسه، وهو بالإضافة لأنه يعني جمع الزجل، لكنه برضو بيكتب الزجل، ولواحد اسمه جمال الدين إبراهيم الغباري وآخرين، يعني إنه تم عمل النمط على طريقة أوزانهم وعلى الكلمات المفتاحية الأوردوها. وبالتالي ذاتها القصيدة اللي لسه أنا قلت أنشي شعري وزجلي وموالي، دي بتشبه مقاطع وموجودة في البحث، ممكن أمر عليها بعد شوية، لصفي الدين الحلي. أنشي شعري وزجلي وموالي ده العباد. يا بيت الغصيد ويا روح الزجل، دي من قصيدة، من قصائد الحقيبة، غناء الحقيبة. زاد من نار الصدود وجلي، يا معاني الشعر والزجل، يا بيت القصيد يا ماح الزجل، منظر شيء بديع ما أحلى الغزل. دي مجرد أمثلة يعني، دي مجرد أمثلة بس. البنا برضو بيقول رقصنا وزجلنا، يعني رقصنا وأشعرنا فوق بلدنا، عنده قصيدة جميلة زي دي. ومرة من المرات الشاب الرائع ابن البنا نفسه عبد العظيم البنا له التحية، مرة استفتاني قال لي وما هذه، فأنا قلت له رايدة بأنه هنا معناته أنه نحن رقصنا وأشعرنا، بالضبط هنا معناته كده، لأنه الزجل هو فن شعري محدد. دي البنا الشاعر العظيم برضو، البنا عنده دور كبير جدا في الشعر والدوبيت، وهو من النوابق أيضا طبعا ما في شك. وماذا هنا؟ طبعا شوف، دي كلمة زجل ما في أصلا، هي وردت بس في النمط ده، لأنه أصلا النمط ده زجل، والناس الأنتجو الأساسيين عارفين أنه ده زجل، البقية كانوا بجاروا. معظم شعراء الحقيبة ما بيعرفوا المصدر الإبداعي، لكن كانوا بجاروا، والحقيبة فن المجاراة، لذلك بنلقى كثير بيتحدث عنه القصيدة بتتولد من الثانية، الزجل أصلا كده هكذا يعني الأمر. ومثلا ننتهي بنماذج بسيطة
مثلا الخطيبه ورفك من برا، الشعور البسطل عن برا دي في برضو، لانه المجاره ما بالضروره بتلتزم الغافيه وبتلتزم، ممكن تلتزم مرات المعنى بس، ولكن دائما الكلمات المفتاحيه لازم تكون موجوده في المجاره. لذلك في شاعر برضو ده اقدم بيقول: الغصن الرشيق الغوام لما السنه يهفو بخد رطيب، وقد شدت تسجع كالخطيب بمنبر الغصن الرشيق الغوام. ودي هنا الخطيبه ورتفك من برا، الشعور البسطل عن برا دي تبدو فيه اوضح منه. حبي عني حجبوه أهله واسرفوا في جمع حفاظه، والرغيب قد غيبوا عني حتى عني غيب الفاظه. حبي عني حجبوه أهله، جاروا أهلك وجورهم أمر في ديارهم حجبوا الجمل. لازم إنه الكلمات تتردد، وبتلقى القصيدة كلها هي كده. ودي كاللولة دي كانت زجل صفي الدين الحلي، حبي عن صفي الدين الحلي، ودي لسيد عبد العزيز: جاروا أهلك وجورهم أمر. ومرة من المرات أنا لقيتها برضو لعبد الله الأم يقوله في لحظة من اللحظات: لو ترى حمرة خدود وعزار وزل منمنم، والشقيق حمرة في صفرة كالنرايات شاه أرمن. ده زجل أندلسي بتلقاه في الوافي بالوفيات للصفدي. صبغ الخدين حمرة بعد ساعة تشوف صفرة ونمت نهار. دخل الفرح فوق هناك، لازم تعايل الكلمات المفتاحية موجودة: الشقيق حمرة في صفرة، وبعدين شنو تاني؟ المنمنم هناك، وعزار وزل منمنم هنا، ونمت نهار. النمت يعني النمنمة، يعني دي ما معناته من النوم. في ناس يفترضون يقول ونمت نهار، لا ما نمت نهار، لأنه هناك أصلا الغرين المانعة تمنع ذلك. ليه؟ لأنه في ألوان النهار فوق، ألوان صاخبة، ما ممكن يكون في زول بنوم، بعد زول خجلان ما بنوم. صبغ الخدين حمرة بعد ساعة تشوف صفرة ونمت نهار. النمت كأنه نهار الخدود، لما الصفرة والحمرة دي تتداخل مع بعض. النمت يعني التداخل بتاع الألوان وكده. والنمت برضو الحشرات الصغيرة، يقول لك النمتي، الحشرات الصغيرة دي كتيرة دي كده. فدي يعني الكلمات كلها موجودة. ودخل الفرح والفوق، قلنا من الوافل للنفويات للصفدي، وده زجل. وابتسم لي عن نغا صغره، دي مهمة جدا. ده الغزال النافر الأنسي للغزال قد أعار النور، كسر قلبك السير جفنه فاعجبوا للكاسر المكسور. ده صفي الدين الحلي برضو 1339، الوقت داخل السودان كان محكوم مسيحيا وكان فيه الممالك المسيحية 1939. ده مؤلف العاطل الحالي والمرقص الغالي في فن الزجل اللي حدثنا عنه قبل، وهو برضو زجال. وسيد عبد العزيز ونختم بيدي بقول شنو هنا قلنا: وابتسم لي عن نغى صغره. هنا بقول: والبروك تتلامع من بسوم نحور. وداك بيقول شنو؟ كسر قلبك السير جفنه اللي هو نظره. وده هنا بقول شنو؟ النظر مكسور دون توغل، تارك كم قلب مكسور في حسابه كسور. وداك بيقول: كسر قلبك السير جفنه فاعجبوا للكاسر المكسور. نفس الكلمات المفتاحية. والقصيدة قصيدة أصيلة جدا، لأنها هي التزمت المجارة لكنها جابت نسق جديد، وجابت فهم جديد، وعملت سجع جديد. وسيد عبد العزيز مبدع كبير جدا جدا، ولكن لازم نعرف انه النمط ده زجل. اي شعر عنده اسمه دوبيت ومناحه وحماسه، وشعر كلاسيكي بتاع ناس العبادي والمغربي والمجذوب وكده، واي شعر عنده نمطه وعنده وزنه وعنده موسيقى وعنده كلماته المفتاحيه. يبقى نحن هنا ما يسمى بالحقيبه هي فن زجلي سوداني خالص، وبذلك نحن نفاخر بزجلنا الجميل. واليوم الليل الخميس ده كله نسمع زجل سوداني أصل حقيبة. تحياتي لكم ومحبة أكيدة. الله يديك العافية أستاذ محمد جمال الدين. في سؤال بس عشان ما نكون أخفناه، في زولة سألت من بيت الشعر بتاع عبد الرضي اللي هو في أحرموني ولا تحرموني، اللي هو قالت: طف خيالك والليل كافر، شفت بدور المتجلي، ما أعرف حاجة زي دي، شفت بدر المتجلي. قالت دار تعرف المعنى بتاع البيت ده، ما أعرف. طف خيالك والليل كافر، شفت بدر المتجلي سافر 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 سافر، يعني ظاهر. أيوة
اي بس انا ما 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 عندي فكره. ثاني في زول برضه سال عن الفرق بين الحضاره والمدنيه، ده الحريص محمد يوسف يعني بيسال جدا دائما. نعم جدا السؤال جدا جدا بين الحضاره والمدنيه فرق شنو؟ جدا 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 جدا. نحاول طبعا جهدنا. اولا طبعا الشعر ما بتعرف الا في سياقه، يعني احنا عشان نعرف هو قاصد شنو بالليل كافر، ده ما مجاز طوالي او كنايه، فبالتالي ما بتعرف الا في سياقه، لانه ممكن انت تقول الليل كافر في سياق اخر تكون عندها معنى ثاني، تكون انه الليل مثلا متعب ومظلم مدسوس كالكفر يوم القيامه مثلا، انه الكافر ما هو دس الحاجة مش كده، دس الحقيقة ولا ممكن دس تمام. ايوه ممكن طبعا بتتعرف في السياق، ايوه طبعا طبعا اللي هو نعم ممكن بتتعرف في السياق، والليل سافر طبعا واضحه، سوري، والبدر المتجلي ساهر سافر واضحه. واما قصه كافر طبعا، ما قصه المعاني دي قصه طبعا عميقه جدا، ودايره انك انت تفهمها في سياقها. احنا سيبنا نتكلم عن الكلمات المفتاحيه، وبتتكلم عن النسق والمعايير الثمانيه اللي قلناها، وعلى اساسها انه قررنا حسب البحث وحسب النتيجه اللي وصل لها وفق الوقائع والشواهد، بانه الحقيبه النمط الزجلي فيها، وقلنا هي ثلاث انواع، النمط الزجلي فيها اصله زجل اندلسي، زجل سوداني بالضبط كده، يعني هو حقيبه اسمه حقيبه زوكي، لكنه زجل زيه ماضي انماط الزجل الاخرى السادت في الوطن العربي والسائده لحد هذه اللحظه. قلنا الزجل الان يمارس هذه اللحظه في كل المناطق بتاعت المتكلم العربيه بالاصاله في المغرب طيب، بس العربي. عشان نفهم القصه دي، هل انا بقوم بقرا مثلا حاجه من الاندلس في 1300 1400 واقوم اجاريها في الوقت الدأسي؟ يعني ده كان بيعملوه السيد عبد العزيز والدر الرضي وكده ولا؟ ايوه هو طبعا ما اصلا الزجل هو فن المجاراه، يعني القصيده بتتولد عن قصيده عبر التاريخ، وفي قصائد محدده بتصعد كل لحظه تاريخيه، وفي كل يعني زي حته مثلا عنده الديوان بتاع ابو فراس الحمداني لزوم ما لا يلزم، جاراه نجيب سرور المصري بديوان لزوم ما لا يلزم. بس يعني بوليوة. ما طبعا انت ممكن تجاري جميع الانماط بتجاريها، وكل الشعر ممكن يتجار والمديح بيتجار، لكن الزجل تحديدا عنوانه فوق وفن المجاره، يعني انت ممكن تجاري اي قصيده في الدنيا، لكن دش ده دو بيت ما مجاره، ده مناحه ما مجاره، ما فن مجاره، دي مناحه. ممكن تتجاري قصيده للمناحه حقت الكان وكان، ولا حقت مثلا رقيه بتديها للطعام تجاريها ما مشكله، لكن النمط ده ما فن المجاره. كمان الشعر الكلاسيكي في طبعا اشعار كثير الناس بتجاري، لكنه ما اسمه فن المجاره، اي نمط شعري ده اسمه كده، ولكن المجاره ممكنه دائما، لكن الزجل تحديدا فوق طوالي معاه وملصقه فوق هو فن المجاره. اصلا القصيده بتتكلم عن قصيده ولازم يتغنى، اصلا فن معمول للغناء، اصلا اذا ما تغنى بموت، يعني ما في زول زجال بيكتب قصيده في القديم، اتليست هسه ممكن تكون في حاجه جديده حصلت، لكن في الماضي كان هو فن غنائي في الاصل، وفن المجاراه وفن غير فصيح، يعني فن ملحون، ولازم يعني ولا يجري على اوزان العرب، وتفاعيله كثير. انا لما لقيت التفاعيل مثلا عملت تقطيع لبرضليك المولى الموالي للشاعر النابغه العبادي، لقيت انه التفاعيل كل مره بتختلف، يعني الشعر مثلا العربي انه التفعيل مثلا بيكون في تفعيله واضحه، مثلا البحر البسيط، مثلا قصيده بنونه قايمه على البحر البسيط، يعني مثلا انا قطعتها مثلا قصيده بنونه اللي هي شنو، انا ما ناسي الشاب الحضاره والمدنيه، بس انتهي من دي. قصيده بنونه اللي هي بتقول ما هو الفافنوس، ما هو الغليظ البوص، مستفعل فاعل مستفعل فاعل فعلا، اللي هي التفاعيل كلها حقت البسيط. احي على سيف بيسوي التح، حي على سيف بيسوي التح، مستفعل مستفعل فعلا، التفاعيل كلها حقت البحر البسيط. لما تمشي للقصيده بتاعت برضليك المولى الموالي بتلقى بانه التفاعيل كل مره بتختلف، متفاعل فعلا متسفعل فعلتان كده، يعني بعد ذاك بتجي فعلا فعلا فاعلان، فهو ده الزجل اصلا، الزجل فيه تنويع، عشان كده الراجل ذاك مسميه شنو، الرجل العظيم صف الدين الحلي مسميه العاطل الحالي والمرخص الغالي، عاطل عن اي شيء،
عاطل عن الوزن وعاطل عن النحو وعاطل عن الإعراب، لكنه الحال حلو. والمرخص بواسطة الناس المثقفاتية الأزمان كلها بتاعين اللغة العربية الفصيحة زي الشراحل العظيم عبد الله الطيب وطه حسين. طه حسين برضو ضده، يعني لقيت تسجيلات ليه انه ضده، قال الناس الأفضل تكتب باللغة العربية الفصحى، ضده برضو. عشان كده صفي الدين الحلي كتب كتابه ده 1350 ميلادية، مسميه العاطل الحالي والمرخص الغالي. ده فن عظيم وجميل ومبهر، مبهر الناس عبر الأزمان. يعني مش برانا الشباب اللي ديل يعني للأسف هم ما فاهمينه شنو بشرطه بهدومه، يا لذته حلو ما عارفينه شنو، لكن حاسين بدي حاجة مدهشة، لكن مين جاي من وين ما عارفين، دي القصة. فهو أيوة هو فن فن المجارة. أما قصة والحقيبة فيها مجاراة كثيفة طبعا، معظمها مجاراة برضو، يعني التزمت كل شيء. أول شيء الحقيبة لا تجري، الزي كلها لا تجري على أوزان العرب، ولا تجري على تفاعيل العرب الأساسية، ولا تجري على النحو، ولا أي شيء برا. هي عاطلة حالية ولكن إحنا عندنا غالية غالية ما مرخصة، غالية غالية مقلوبة قلبة شديدة جدا. عندنا معجبين إعجاب شديد، إحنا لأول مرة بدعي إنه نكتشف هذا الجمال ومصدر هذا الجمال. وقلنا الزجل السوداني هو أبهر وأجمل وأغوى جرسا ومعاني من كل أنواع الزجل اللي أنا طلعت عليها. وقلت لك تغريبا ما خليت بيت شعر منذ ابن غزمان الذي أنتج هذا الفن في الأندلس سنة 1150 في الحدود دي ميلادية لحد الآن. تتبعت جميع الفنون، عندها أسماء مختلفة. في المغرب مثلا نمشي شوف الحوزي والصنعة والقومة والمألوف، ده في كل مناطق المغرب العربي، ده إبهار شديد وبيشبه الحقيبة، لكن الحقيبة نفسها ما منه، الحقيبة من زجل العهد المملوكي. لأنه كل مرة الزجل بتكون عنده كلماته المختلفة وطريقته المختلفة، لأنه فن واسع جدا، لكن دائما مرجعيته في الأندلس، ودائما بيستند على الكلمات المفتاحية الأساسية بتاعت الأندلس دائما. وبعدين الزجل في العهد المملوكي أخذ من المصادر الأساسية، عشان كده زجلنا باهر وكلماته ذاتها عجيبة، فيه أمقال شو التصريف ده وأمحال من محل. بعد كلمة نحول دي كثيرة جدا جدا، دي برضو بترد هناك. وأعجب شيء قصر الرشيد الشايد، يا رشا يا كحيل الخد الزهري ديك وأتاك، كلمات كثيرة كثيرة. ومحايد، كلمة محايد دي أنا في الجامعة كنت في حركة من حركة الطلاب المحايدين أيوة حركة وطنية وفزنا بالاتحاد الوقت ذاك، لكن اسمها الناس بتفهوا لنا، كان أصحابنا الشيوعين بيقولوا إيش يعني محايد والكيزان وتعبيننا محايد التخشبة، يعني كده بيقولوا لنا كلام زي ده، مع إن إحنا وطنيين وفزنا بالاتحاد وقدمنا تضحيات وكده وإلى آخره يعني، لكن اسمنا المحايدين. هذه الكلمة غريبة، كلمة محايد واردة في شعر الحقيبة، دي واردة هناك في الزجل برضو، ما بتلقى في شعر تاني كله. غصر الرشيد الشايد دي كثيرة جدا طبعا في الزجل، وقلنا هي جاية من وين وليه قبل شرحنا. بعدين كلمة يا إنسان، ده أنا لما لقيت يا أخي ما تتصور أنا أعجبت بالحاجة دي كيف، لما عرفت إنه الأندلس ما بينادوا يا رجل وزلمي ويا رجال ويا زول، لا بيقول لك تعال يا إنسان، حتى الجار يا إنسان، والبشر كلهم بشر جميلين ولذيذين كلهم ناس. عشان كده كلمة يا إنسان دي عندهم زي يا زول يا زولة، يعني بترد بكثافة. الحقيبة جابتها بكثافة معه، وشكرا لشعراء الحقيبة الذين جعلوا الشعر إنساني. أما الحضارة المدنية أيوة طبعا، الحضارة والتحضر أكبر وأشمل من المدنية، لأنه المدنية مرتبطة طوالي بالمدينة، يعني جزء من اشتقاقاتها يقول لك مدني، مدني يعني زي من المدينة المنورة، مدني المدني الكثير في السودان دي، وصاحبنا العزيز مدني عباس مدني وزير التجارة له التحية، وهو أيضا صديق، يعني مدني عباس مدني مدني مرتين، يعني مدني دي من المدينة المنورة، من مدينة عموما، ومديني ممكن أحيانا تقولها، ولكن برضو المجتمع المدني برضو دي شرحناها لما قلنا ما نسرف كثير، لما مشينا المجتمع المدني وشرحنا إذا المدني دي برضو جاء من الحداثة، البنيات الحديثة اللي بتستند على المصانع والتعليم الحديث والكيرجان كده بسموها المدنية، والتعليم المدني والغضاء المدني، يعني الحديث الجديد ما القديم.
ما الناس بتاع الشيوخ الزمان. فمدني مرتبطه بالمدينه، ولذلك الزول المتمدن ممكن يكون بيتسوق بالفرشه وبيلبس بنطلون وكرافته، لكن يكون اخلاقه زي الزفت. لكن ممكن تلقى راعي غنم حايم في فيافي كردفان او فيافي دارفور، او تلقاه حايم في سهل البطانه وبيتسوق ومتحضر وعنده سلوك راقي جدا، وغير هو ما مساكن المدينه ولابس بنطلون ولا شغال في بنك ولا بتاع. ولكن برضو العكس بيحصل. يعني انا قصدي لك ما بدين زول، يعني بقول افضل ناس هم البر والجوال، لان المدينه قاعده في الريف والريف قاعد في المدينه، والفصل ده فصل اكاديمي بس عشان للتوضيح. لكن الحضاره اشمل، ولك متحضر. متحضر معناته ده سلوك راقي وانساني ومهذب ووفق المسر والاعراف الانسانيه والاخلاق النبيله. واما متمدن دي ممكن تعني اي شيء، يعني ممكن يكون زول زي ما قلت لك. بالتالي التحضر مختلف عن التمدن بالمعنى ده كده. تمام تمام يا شكرا استاذ محمد جمال الدين، يا الله يديك العافيه وهلا بالخميس. شكرا لك، وتحيه للناس اللي صبروا يسمعونا، وان شاء الله يعني التسجيل ده بيقعد. اتمنى انه الناس تراجعوا بهدوء وتسمعوا بصدر رحب، وتفهم بانه نحن قصدنا بانه نحن نعلي من تراثنا المدفون وتراث شعوب السودان وإرث شعوب السودان كلها، انكلودنج طوائف وطرق صوفية السودان. ده إرث عظيم جدا جدا، وفيه يعني حاجات بتبدو غريبة لناس المدينة، لكن ده فولكلور يجب أن نأخذ مسافة منه ونعايل له كفولكلور زي قطع الرحل زي ما قلت، ونتسامح معاه ونسمعه ونشعره ونحس به زي ما بنحس الحقيبة، وزي ما بنحس وبرضه كمان زي ما بنحس الحقيبة والأشعار الجديدة الموجودة في المدينة، وزي ما بنحس السينما والمسرح والموسيقى الحديثة. وبالمناسبة الدولة برضو بتنتج موسيقى، وفي سلاح الموسيقى عملوا الإنجليز، ودي يعني البنية الرابعة أنا ما تحدثت عنها، ممكن اللي قدامنا نتحدث عن ده كله. وشكرا للناس مجددا ليك يا أخي على صبرك يعني معاي، وعلى الانيشيتيف، وإنك أنت بتدفعني أتكلم وبتغلغلني يعني الحلقات دي لو ما أنت ما حتبقى صراحة. بكل يعني محبة إن شاء الله تكون مفيدة لزول، إن شاء الله تصير حوار كويس. وأنا يعني كل آذان وما بفتكر كلامي ده نهائي، يعني ممكن نتناقش دائما ونفكر مع بعض من أجل أنه نعمل عيش سلمي مشترك في السودان، ونتحول إلى دولة يعني شنو ناهضة، ونعمل حضارة ونتصالح مع بعض، وكل الحركات المسلحة تجي في مكان واحد، وكل الأحزاب تجي في مكان واحد، وكل تجمعات المهنيين والتجمعات الأخرى كلهم يلتأموا بدل الشكل والمصائب والكوارث دي كلها، لأنها قائمة على عدم الوعي بالذات بذاتنا الجماعية، وعدم الوعي ببيئتنا الطبيعية المحيطة بنا، لأنه إحنا ما عملنا علوم وما عملنا العقل فيها وما كشفنا، عشان كده ما بنعرف بعض. عندنا نفي لبعض، لأنه الشيء الغريب بالنسبة لك في المثل اللي بيقول لك إنه الإنسان عدو ما يجهل، عدو ما يجهل، بالضبط كده. نحن نجهل بعضنا البعض، بنحتقر بعض على أساس اللون، على أساس الشكل، التقصير، لونك شنو، انت عرقك شنو، انت بنحتقر في نوم بعض وادفاع بعض، بنحتقر طريقتنا في اللبس، طريقتنا في الأكل، أكلنا ذاته، بنحتقر بعض على جميع المستويات، حتى نبرات صوتنا. نبرات صوتنا دي من مثلا نبرات الصوت دي سوشياليزيشن، بيجي من المجتمع، من الشعوب نفسها والتاريخ واللغات والحضارات، لأن إحنا هم نتكلم العربي بس. كان في يوم من الأيام السودان ده غني باللغات الأخرى وما يزال. لذلك مثلا في ناس بينطقوا مثلا في البلدان العربية أخرى يقول لك النور، لما النور دي يعني اسم الزول، النور جابر أحمد، لكن إحنا بنقول النور، النور ده النور، النور، شفت كيف؟ بعدين حاجات كثيرة بننطقها يعني سليمة، والآخرين بنطقها بطريقة ما سليمة. يعني إحنا بننطق الجيم وآخرين بنقوله جمال، عطشوها يعني ويعطش ويقول لك الكاف، القاف بتتحول لكاف وكذا وغيره. نحن ونبرات صوتنا دي ذاتها جاية، يعني لازم نفهم إنه هي جاية من إرثنا، وده صوتنا كده يعني مختلف. لما تسمع السوداني في الإذاعة بتعرف ده سوداني، صوته مختلف عن السوري، عن المغرب، عن الجزائر، عن مصر، عن السعودي، يعني وكذا، كل الناس مختلفين. ده كله برضو نحن بنحتقر كل شيء، لأنه ما عندنا وعي بيده، بس لازم نكون عندنا وعي بتنوعنا ونحترمه. وعندنا مشروع السودان 200 فيه، إنه نحن لازم نأسس
لتراثنا من جديد، نعمل يعني شنو، نوثق الماضي، نفهم الحاضر، نخطط المستقبل. بحث الحقيبة والبحوث اللي شغال فيها أنا كلها، وأنا لست بشيء وشغال براي، ما في زول شغال معاي، وما في مؤسسة ولا في وزارة ولا عندي تمويل، بصرب براي وبتعب براي وبساهر براي، ومعاي الناس الجميلين الرائعين زيك. أنا في الحقيقة شغال في 12 بحث في سكان السودان عبر القرون، واللغة العربية كيف سادت في الوسط النيلي دون غيره، وبعد ذلك جات منها الحقيبة، وسيكولوجية الزول السوداني والمجتمع المدني والهوية، وقصص كثيرة جدا مرهقة ومتعبة جدا جدا، وده ضيع مني أكبر مساهمة، أكبر مساهمة أنت بتعملها للوطن وللأجيال الجاية. شكرا لك، وهذا ليس بدون تكلفة. الكلام ده أنا أفغرني وعذبني وأساء على أختي بيناس، ثم فهموني غلط يعني، وفي زي الحقيبة دي زي قصص كثيرة جدا. وطبعا برضو عمل لي محبة واحترام كبير جدا من الغالبية، لكن برضو في ناس نبذوني وناس شتموني لأنه فيهم غلط، وفيهم أنا بنبذ في كده وبقول ده مؤامرة، وهم مستعجلين وسكارة، أنا حابين جدا وما في شيء ترد تقول لهم شنو. ما احسن ان واحد عظيم فنان تشكيلي شابكني بيجيني في بوستاتي زول مسكين زول بتاع مع المسكين، والله احن علي. وفي الحقيقه انا احبه جدا وهو المسكين، لانه ما هو سكران، بس سكران في الحقيبه، سكران مش سكران لتري، يعني سكران بالاجرام في الحقيبه، واللي هو ما فاهم شنو في الحقيقه، مجذوب تماما يعني، زول مغبي الوعي يعني، تعمل ليش ينبذوني وانا اتحمل لانه ناس سكاره، وانا احبهم جدا وذاتي بسكر معاهم في الخميسات بالحقيبة طبعا. أيوة. وبعدين كمان برضو أهلي يعني، الأبحاث ده خدت مني زمن، عطلتني من التواصل مع ناس أحب يعني، وقصص كثيرة جدا برغم اجتهادي واجتهادهم وصبرهم، وخرتني من نرجي السودان زمن طويل جدا، لأنه كنت شغال غايب تماما في الأبحاث والشغل اللي بعمل في ده، لأنه كمان ما في مثال لي، وما لقيت مساعدة من الماضي، وما في أبحاث كفاية، وما في ناس مهتمين، والناس بتحتقر العلم معظمهم، لأنه نحن العلم شافوا ما عمل لنا شيء، لأنه العلم أنت في النهاية مفترض يتحول إلى الفكرة، تتحول إلى زي ما قلنا المرة الفاتت إلى منتج ولا خدمة ولا كده، وآيفون وكمبيوتر ودبابة وطيارة تطرحل بها وتحول إلى لقاح للكورونات والأوبئة الكثير، ده ما حصل في السودان، بنستورد الحاجات كلها جاهزة، المكنات أي حاجة، بالتالي ما شايفين العلم مهم، لكن ضروري عشان نعمل سلام المرة دي وتصالح ذاته، لأنه العلم ما العلم بس الطب والفيزياء والكيمياء والرياضيات، لا، علم الاجتماع وعلم النفس وعلم الشنو conflict resolution، كيف تعمل سلام وتحقق ده كله نحن معه، كيف تعرف نفسك وتعرف مجتمعك عشان تقدر تتصالح مع التانين وما تنبذهم ساكت، ده شعوب عريقة جدا، وأي زول في السودان عظيم وعنده إرث وعنده حضارة، بالمناسبة كل من يمشي على قدمين المفترض نحترم الإنسانية والإنسان عموما، ده كله ده الشغل. شكرا لك دكتور انور، وشكرا للناس اللي متابعين لنا، ويعني شنو ويك اند سعيد. الله يسلمك، ان شاء الله نتناقش في الحلقه الجايه ان شاء الله. يديك العافيه، شكرا جزيلا، مع السلامه. مع السلامه.